بإذن الله النهاردة الميت اب رقم 118، والمفروض هنتكلم عن إزاي تعمل البلان بتاعتك على مدار السنة وعلى مدار الشهر وعلى مدار اليوم والأسبوع. والتنفيذ بتاع البلان ده جاي أو نابع من اكسبيرينس حصلت بشكل حقيقي وبشكل عملي على النوت بتاعتي، وبنفذها بقالي حوالي 3 سنين على الأقل، وحاولت إن أنا أغيرها كل مرة، أغير الطريقة نفسها وأغير طريقة التعامل مع النوت دي أو طريقة التخطيط دي أو طريقة الشغل دي، لكن للأسف الموضوع بيكون فيه نتائج سيئة جدا، يا إما مش بستمر، يا إما مش بعرف أتابع، يا إما بيحصل تشتت، يا إما الحاجة بتضيع، يا إما الأمور بتكون فيها لخبطة كبيرة جدا جدا. فإحنا المفروض لو أنت موجود من الناس اللي حاضرة دلوقتي أو من الناس اللي بتشوف لايف أو من الناس اللي بتشوف الفيديو، فالمفروض إن أنت تطلع في الآخر فاهم وعارف إزاي تعمل البلان بتاعتك وإزاي إن أنت تعمل عليها كنترول وتشتغل عليها بما يتناسب مع شغلك ويتناسب مع أوقاتك في الشغل وطريقة الحياة بتاعتك جوه الشغل، والسيركل بتاعت الشغل بالنسبة لك ماشية إزاي، السيركل بتاعت الشغل بالنسبة لك بتبقى ماشية إزاي. طيب خلينا نقول إن زي ما قلنا إن ده الميتاب رقم 118، وكل الميتابس اللي فاتت هتلاقوها موجودة على الويب سايت من اول الميت اب الاولاني لحد الميت اب 117، موجودين كلهم على الويب سايت في ماركتنج منتور كوميونيتي مع الكتب والشيتس والحاجات اللي انتوا ممكن تحتاجوها عشان تعملوا امبلمنتيشن او تطبقوا، وهتلاقوا فيها حاجات ليها علاقه بالماركتنج مانجمنت وحاجات ليها علاقه بالديجيتال ماركتنج والاي سي او والريال استيت والبزنس والميديا باينج والكونتنت والديجيتال ماركتنج. هتلاقوا كل تخصص متقسم لوحده وفي البلاي ليست بتاعته اللي تقدر ان انت تتعلم منها بشكل كامل. وكمان لو انت حبيت تشوف الكلام ده او تسمع الكلام ده as a voice او recorded هتلاقيه موجود على الويب سايت التاني، وهتلاقي البودكاستس كلها على حسب كل التوبكس اللي انت محتاج تسمعها كلها موجودة برضو از بودكاست. لو انت حبيت تسمعها في اي وقت مش شرط تشوف الفيديوز هتلاقيها موجودة كلها بالاسماء العربي بكل حاجة از بودكاست على الويب سايت التاني، وممكن كمان تسمعها على سبوتيفاي او على اي بلاتفورم انت محتاجها عشان الناس اللي فاتها الحاجات اللي كانت دي قبل كده. البلان بتمشي ازاي بتاعت اليوم، انا هخلص ان شاء الله معاكم بالتوبيك، واللي عنده اي سؤال بيبتدي يكتبه او بيبتدي يسجله عنده، وبعد ما بنخلص بنبتدي ناخد الاسئله واحده واحده على حسب التوبيك اللي احنا كنا بنشرحه واللي احنا بنتكلم فيه، وبعد ما نخلص شرح التوبيك اللي احنا اتكلمنا فيه وخدنا كمان فيه الاسئله واتناقشنا فيه زي ما احنا عايزين، بعد كده بنخش في الاسئله المفتوحه اللي هو لو اي حد عنده اي سؤال ليه علاقه باي حاجه في البيزنس او الماركتنج بيبتدي ان هو يسال براحته زي ما هو عايز، في فيسبوك ادز، في جوجل، في الكونتنت، في اي سي او، في الديجيتال ماركتنج، في بيزنس، في ماركتنج، في بلان، في استراتيجي، ايا كان السؤال ايه هو في البيزنس او الماركتنج بيبتدي يسال على اي حاجه هو محتاجها ايا كانت ايه هي، ولحد ما بنقفل ايه اليوم خالص. طيب خلينا نبتدي في اليوم ونبتدي نقول ان احنا النهارده هدفنا ان احنا نطلع بازاي اعمل البلان بتاعتي بشكل واضح، وازاي ان انا استفيد من السنه وما تعديش مني واقدر ان انا اتعامل مع السنه دي. اول حاجه بنبتدي بيها، اول حاجه بنبتدي بيها لازم تكون انت حاطط لنفسك اوبجكتيف لاخر السنه، والاوبجكتيف دي لازم تكون واضحه، تمام، واضحة وصريحة بشكل جذري، تمام، وتكون محددة بالأرقام. قبل ما نبتدي كده خليني أقول لك على معلومة، أي حاجة أي كلام خلينا نقول لك بقى يعني نتكلم بشكل عملي أكتر، أي كلام من غير أرقام أو كتابة ملوش أي لازمة.
يعني اي حاجه، اي حاجه احنا هنتكلم فيها او اي حاجه انت محتاجها وعندك فيها بلان او عندك فيها حاجه محتاج توصل لها ايا كانت ايه، او عندك فيها اوبجكتيف انت محتاج توصل لها، مش هتنفع من غير ارقام. تمام، مش هتنفع من غير ارقام. الارقام هي الحقيقه، يعني اي حاجه من غير ارقام هي مش حقيقه. تعالى كده ناخد مثال، مثلا انا دلوقتي في مجال مثلا المحتوى كمثال، من باب انه اشهر المجالات او اكتر الناس معظمها في مجال المحتوى، فانا المفروض هدفي اخر السنه اني هقول مثلا ان انا اخر السنه اكون مطور نفسي في المجال. تمام، هنقول هنا ان انا مطور نفسي في المجال. طيب ده صح ده غلط خالص، يعني انا كده بكتب اي كلام، بكتب اي كلام فعلا ومش هيحصل اي حاجه. طيب لازم انا اكون عامل ايه بالظبط؟ انا بمجال المحتوى محتاج اطور نفسي واحط نقط. النقطه الاولانيه انا عايز المفروض اعرف اكتب المفروض كتب، عايز تاني حاجه اتعلم اكتب مقالات وهكذا. تمام، طيب وابتدي احط النقط دي، دي اول نقطه. تاني نقطه لازم كل حاجه منها تتحط برقم، بمعنى هعرف اكتب كتب المفروض شهر يناير. تمام، وهكذا تبتدي تقسم الاوبجكتيف. طب تعالى كده ناخد بقى الموضوع ده بشكل عملي واقول لك انا بعمله ازاي من في الاجنده عندي. اول حاجه بس قبل ما نخش بقى في العملي، عايز اقول لك ان انا ايه التول اللي بستخدمها. التول اللي بستخدمها حرفيا هي المفروض الورقه والقلم، ما بستخدمش اي حاجه تانيه، هي فعلا فعلا الورقه والقلم. انا جربت كل التولز اللي ممكن انت تتخيلها وما تتخيلهاش، جربت الاكسل، جربت الوورد، جربت اوفيس يعني جوجل ومايكروسوفت اوفيس كلهم، جربت ايفري نوت، جربت نوشن، جربت تريلو، جربت كل النوتس وكل النوت بوك، جربت كل حاجه انت ممكن تتخيلها، جربت الابلكيشنز، جربت الويب سايتس، جربت انا ابني لنفسي سيستم على الورق على وورد او على اكسل، جربت كل حاجه، جربت فعلا فعلا كل حاجه، ما لقيتش حاجه احسن من الورق والقلم. ودي الحاجه اللي انا بقول لك عليها، اللي هو انا كل ما بقول انا كمحمود المفروض ان انا حد يعني تكنيكال اي اي وي 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 وانفورميشن سيستم بقى، ويعني كل ده، وفي الاخر بستخدم الورقه والقلم، هو فعليا فعليا في الجزء ده تحديدا مع تجاربي الكتير كلها ما بينفعش اي حاجه غير الورقه والقلم. ليه؟ لان دول اللي موجودين في ايدي على طول، ودول اللي انا بقدر اوصل لهم في اي وقت وفي اسرع وقت، ودول اللي انا بقدر اتعامل معاهم واقدر ان انا افكر معاهم. انا عشان تفكر انت بتحتاج تفكر بالورقه والقلم، اي حاجه خارج اطار الورقه والقلم في الجزء ده هتلاقي عندك موضوع فيه صعوبه كبيره، وهتلاقي الموضوع بيفرط منك. بلس ان انت لازم يكون عندك رؤيه واسعه، تمام، للسنه والشهر، تمام، واليوم. تمام، لازم يكون عندك رؤية واسعة وقادر ان انت تشوف ده قدامك على وان بورد واحدة، على ايه، وان بورد واحدة. طب تعالى كده اقول لك بقى الموضوع بيمشي ازاي، وانا بستخدم ده ازاي على الورق والقلم، وبقول لك انا ده بحدده ازاي وببتدي اشتغل عليه ازاي. مبدئيا اول حاجة ببتدي اشتغل عليها بحدد المفروض الشهور، بالنسبة لي بحدد الشهور وببتدي اشتغل عليه. ببتدي اول حاجة حط ادي شهر واحد، وانا بعمل التيبل دي على الورقه بتاعتي في الاجنده بتاعتي، انا بعمل الاجنده دي، بعمل اللي انا برسمه قدامك ده في ايه، الاجنده بتاعتي عمليا، يعني انا في الاجنده بتاعتي ده اللي انا بعمله بالظبط في اول كل سنه، وببتدي اشتغل على ده في اول كل سنه. تمام، فمفروض ان انا بحدد من اول شهر واحد ليه حد شهر 11 ليه حد شهر 12، في ببتدي احط الاوبجكتيف بتاعت كل شهر، وقبل ده ببتدي احط انا السنه بالنسبه لي ايه اللي انا محتاج اشتغل عليه عشان اوصل للاوبجكتيف بتاعت اخر السنه، ايه اللي انا محتاج اوصل او ايه اللي انا محتاج اشتغل عليه عشان اوصل للاوبجكتيف دي اخر السنه، وببتدي اكسر ده. بمعنى انا لو جيت حطيت مين اوبجكتيف كبيره وفضلت اشتغل عليها، احس ان انا ما بحققش نتيجه، احس ان انا ما بحققش نتيجه. تحقيق النتيجه لازم يجي من كل شهر، لازم يجي من كل شهر، وابتدي اشتغل على ده. بلس ان في معيار اسمه النسبه، او بنتكلم عنه بمعنى الجروس، اللي هو ايه،
انا دلوقتي محتاج اوصل لاوبجكتيف. طب تعالى مثلا اقول لك كده على مثلا المفروض اوبجكتيف من الحاجات مثلا اللي كنت مثلا حاططها وبدات ان انا اشتغل عليها على مدار الـ على مدار الـ على مدار الـ السنه، وبدات ان انا احقق. انا بالنسبه لي كان عندي اوبجكتيف ان انا عايز اوصل ان انا احقق ان انا اقرا 10 كتب على مدار في التسويق، تحديدا انكلودنج، لان انا كنت محتاج كمحمود اأهل نفسي بشكل كبير جدا واطور نفسي في الايه، في التسويق الدولي. تمام، في التسويق الدولي، تسويق دولي، انا ازاي اسوق لمنتجات على مستوى العالم، مش بس مثلا اسوق منتج ليه علاقة بمنتجات حوالينا او طرق حوالينا او هكذا. فعلشان انا محتاج اوصل لده، انا محتاج اذاكر مجموعه من المراجع ومجموعه من الكتب وهكذا، لان دي الطريقه اللي انا بطور نفسي بيها والطريقه اللي انا بشتغل عليها بشكل دايم، يعني الطريقه اللي انا بشتغل عليها بشكل دايم. فبدات ان انا احط كل حاجه من دول في على مدار الشقه. انا بالنسبه لي عندي الايه، الجزء ده، فعندي انا عارف ان انا لما قلت لما انا حسبتها لقيت ان مفيش 10 كتب بيدوني المعدل ده، فكان حسبتي غلط. فالصح اللي انا لقيت فيه 3 كتب اساسيين ببتدي اعتمد عليهم. طيب الثلاث كتب دول ابتدت اقسمهم على مدار الكوارتر، ان انا المفروض هنا اخلص 50% من الكتاب الاول، والجزء الثاني هنا 25%، والجزء هنا الثالث 25%، وبدات اشتغل على ده. طبعا في بقى اجزاء كتير، اجزاء كتير من الـ اجزاء كتير بقى، او اوبجكتيفز تانية مختلفة على مدار على مدار السنة. تعالى كده مثلا برضه هشوف حاجة تانية. فهنا بالنسبة لي انا فضلت قدرت اوصل للي انا محتاجه لما عملت ايه، قسمت اهداف السنة كلها على مدار الشهر بالارقام. طب انا ممكن اقول ان انا هقرا الكتاب ده على مدار ال3 شهور، لا انا لازم اقسمهم بالبرسنتج وبقسمهم بالصفحة. عندي هنا 50% من الكتاب، يبقى لازم اخلص 50% من الكتاب. طيب تعالى كده مثلا نقول ايه تاني، والله انا عندي اوبجكتيف ان انا اطور. تعالى مثلا هنا انا عندي حوالي 100، كانوا 163 مقال خارج او موجودين على السوشيال ميديا. انا كان عندي اوبجكتيف ان المفروض على بدايه اخر السنه المفروض ان انا يكون الموقع يتاهل لده. تمام، بلس ان بدايه الموقع عليه حوالي 25% من المقالات. تمام، وبلس بقى الفيديوز بقى وهكذا. طيب انا بالنسبه لي لما 25% من المقالات، والمفروض ان انا اطلع المفروض الويب سايت بشكل كبير، وبالفعل بدات اقسم ده على جزئين. المفروض ان انا استلمت الويب سايت في يوم كان 29/6، كان اخر حاجه في الويب سايت، اخر حاجه في الويب سايت ان هو خلاص بقى مؤهل للفيز الاولانيه بتاعته واشتغلت عليه. طيب ال5 شهور الاولانيين بدات اقسم الويب سايت، خدت الويب سايت في اول جزئين، وبدات احط على ان ده الجزء الاول دوت كتابه المحتوى الخاص بالويب سايت، كتابه المحتوى الخاص بالويب سايت، وهنا الجزء الثاني كتابه المحتوى الخاص بالويب سايت. تمام، وهكذا. وتقدر ان انت بقى تقسم على ده. مش مهم ان انا كل شهر احقق 100% من الاوبجكتيف اللي انا محتاج اوصل لها. انا ممكن يكون 3 شهور 4 شهور هم اوبجكتيف للاوبجكتيف تانية. طيب تعالى مثلا نقول واحدة تانية من الاهداف بتاع شهر بتاع 23، ان انا اثبت او ان انا اكتب كل ما يتعلق بالشركة في ورق. تمام، لما بنيجي نشتغل على الشركات والشركة بتعمل جروس أو بتعمل توسع، لازم يكون ليها كل أوراقها مكتوبة، كل حركة بتحصل، كل موظف شغال إيه، بيعمل إيه، بيسلم مين، بيعمل كل حاجة، كل كحة في الشركة لازم تتكتب، علشان محمود مش موجود، إكس مش موجود، زد مش موجود، أيا كان مش موجود، الشركة تكون مؤهلة إن هي شركة قائمة ومستقلة بذاتها. تمام، فكان الاوبجكتيف بتاعتي ان انا محتاج على اخر السنه الشركه
في اول 6 شهور تعمل الدوكيومنتيشن ده، تمام؟ وست شهور مش كتير، ده 6 شهور بالدوكيومنت شركه دي بتبقى حاجه صعبه، وبتحتاج مراجعه وبتحتاج تقييم وبتحتاج ابديتس وهكذا. فانت كان عندك اول 3 شهور، اول 6 شهور، ان انت تكتب كل ما يتعلق بالشركه، كل ما يتعلق بالشركه. وال6 شهور التانيين تنفذ او تطبق اللي حصل او الكتابه دي عشان تعمل جروس للشركه بنسبه حوالي من 10 ل 15%، تمام؟ طيب الاهداف دي لازم تكون واضحه. فجينا هنا كل ما يتعلق برأي الشركه، المفروض هما 6 اقسام، تمام؟ يبقى انت عندك المفروض كل شهر تخلص قسم على الاقل يكون معمول الدوكمنت بتاعه، كل شهر يكون على الاقل محطوط له الدوكمنت بتاعه. ده شكل سهل وبسيط جدا 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 لنهاية السنة. يبقى انت عندك 20 مثلا 23، او لما تيجي نتكلم في 20 24، انت عندك ايكوال، لازم تحسب كل حاجة ايكوال. انا ايه هيساوي ايه؟ اي حاجة في الشغل في البيزنس الكلام ده لازم تبقى حاسب ايه هيساوي ايه. طب 2024 انت الشركة المفروض الشركة مكتوبة، تمام؟ ايا كان بقى، المفروض ان انت حققت الجروس او الهدف المالي والاداري، تمام؟ وهكذا. طب نيجي بقى على ناحية الليرنينج، انت وهنقسم على فكرة دلوقتي هقول لكم الفيزز اللي المفروض انت تحط فيها الاوبجكتيف بتاعتك، وعلى اي اساس احط الاوبجكتيف دي هقول لك عليه دلوقتي. طيب المفروض ان انت عندك التسويق الدولي، تمام؟ خلصت فيه الجزء الخاص بالاقتصاد، خلاص. انت متارجت، انت رايح فين، انت عارف انت رايح فين، او انت ماشي ازاي. الجزء الخاص بالاقتصاد الدولي والتجارة الدولية، خلاص انت كملت على ده وبدأت ان انت خلاص، فانت بقيت وعملت فيه implementation، خلاص انت حققت. فانت عندك objectives معينة انت بتشتغل عليها، تمام؟ انت عندك objectives معينة انت ايه بتشتغل عليها. طيب تعالى كده نشوف، لما بنكون في اطار الشغل احنا عندنا زي اطار كده او situation لازم نكون احنا حاطين فيه الشغل بتاعنا، او حاطين فيه قالب الobjective، قالب الobjective. طب القالب ده بيقول ايه؟ اول حاجه لما تيجي تفكر في اوبجكتيف لازم يكون ليها سيكشنز. طيب السيكشن الاولانيه هي خاصه بالشغل، انا طورت ايه في الشغل، الشغل نفسه انا طورت فيه ايه. يعني لازم انا ابقى عارف انا بتاع كونتنت، بتاع اي سي او، انا فاتح شركه، انا مدير مصنع، انا فاتح بزنس، الشغل نفسه انا طورت فيه ايه. تاني جزء التيم نفسه انا طورت فيه ايه، هل انا كان معايا 5 بقوا 6، هل انا كان معايا 5 بقوا 2 بس بقوا اشطر. الاوبجكتيف انا ناوي ايه اعمل ايه مع التيم بتاعي، التيم اللي بشتغل معاه. ممكن التيم ده على فكره مش لازم يكون مديرينك، مش لازم انت تكون مديرهم، انت ممكن يكون الناس اللي حواليك، ممكن الناس علاقاتك. على فكره النتورك هو تيم على فكره. يعني لو انا اعرف حد شغال او هو برنس جدا في لينكد ان، فده بالنسبه لي من التيم، لان انا لما هحتاج حاجه في لينكد ان هبتدي مايل عليه هيعمل اللي انا عايزه والعكس وهكذا. التيم او نتوركينج. الجزء اللي بعد كده خاص بالتعليم، تمام؟ الجزء ايه الحاجات اللي انت اتعلمتها، والجزء التاني خاص بالتطوير، تمام؟ لما باجي افكر في الاوبجكتيف بتاعت السنه بفكر في ده، ايه الفرق ما بين التعليم والتطوير؟ التعليم هي الحاجه، تمام؟ ويمكن ده لو رجعنا الجزء بتاع هاو تو ستارت ماركتنج هنلاقينا بنتكلم على حاجه اسمها البازل، وبنتكلم على ان التعليم حاجه والتطوير حاجه. انا بعرف اعمل ادز وميديا باينج وكل حاجه، بعرف اشتغل في الكونتنت، بعرف اشتغل في الاس اي او، بعرف اشتغل في الماركتنج، بعرف كل ده، بس محتاج اتعلم حاجات جديده في التسويق الدولي، فخلاص ده تعليم. طيب التطوير بقى ان انا اروح لقيت جي اي 4 مثلا، او جوجل اناليسيس، او اي حاجه انا عارفها بس حصل فيها ابديت، حصل فيها تطوير، فاوريدي انا بالنسبه لي عارف ان انا هطور نفسي في الجزء ده. والتعليم حاجه والتطوير حاجه. فلما تيجي تحط اوبجكتيف معينه لازم تكون في الاطار ده. اطار ايه؟ اطار الليرنينج، واطار التيم، واطار الابديتس، واطار الايه الشغل نفسه. لازم تكون في الاطار ده، لازم تكون في الاطار ده، وفي الحاجات اللي انت بتشتغل عليها بشكل كامل، او بتشتغل عليها في الجزء بتاع
الجزء بتاع الحياه العمليه بتاعتك، بلس ممكن يكون في الشغل ان انا دلوقتي معايا 3 بروجكتس، تمام؟ انا محتاج ان انا اخر السنه يكون معايا 12 بروجكت، كل شهر يكون معايا او ميك نيو بروجكت، ان انا معايا مشروع جديد وهكذا. طيب لازم يكون في ارقام، الحاجات دي ما بتتحطش ببرسنتج، ما بتتحطش بارقام، انت بتقول اي كلام، بتقول اي كلام فعليا. انا بدرس حاجه اقيسها ازاي، لازم تحط لها مقياس، والكي بي ايز بقى والكلام ده كله. مش عايز ادخل في مصطلحات وهكذا، عايز الموضوع يبقى سموز اكتر من كده للناس. لكن انت لازم تكون حاطط ارقام، حاطط ارقام، حاطط برسنتج، حاطط ارقام، ضروري ضروري تكون حاطط ارقام ومقسمها. حاجه كمان لما بنيجي نشتغل على الكلام ده، لو انا لقيت ان كتير قوي الكلام ده مش هينفع على السنه، ما بحطش كل الاوبجكتيف دي، حط انت ممكن تحط اوبجكتيف واحده، تو اوبجكتيفز، 3 اوبجكتيفز، زي ما انت بتحط اي اوبجكتيفز انت بتحطها ممكن تشتغل عليها عادي جدا جدا جدا، المهم ان هي تتحقق في الاخر. بس انت بقى الموضوع بيتطلب مني ايه؟ طب انا هحط اوبجكتيف، اول حاجه ودي من الحاجات او المساوئ يعني الاصعب اللي شفتها في حياتي اللي لحد دلوقتي مش لاقي لها حل مع ناس كتير، التسويف والمماطله. دي بقى يعني دي بقى اللي فعلا فعلا انت محتاج ان انت تشتغل عليها بشكل كبير جدا 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 جدا. يعني انا لازم تلزم نفسك، لازم 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 تلزم نفسك. موضوع المماطله بالنسبه للناس بيبقى هو ده، يعني من وجهه نظري ممكن تكون صح وممكن تكون غلط، 80% من فشل بعض، من فشل الناس كتير هو المماطله، اللي هو بيفقد بريق الجزء. لذلك احنا بنقول ان احنا محتاجين نوصل لاوبجكتيفز قريبه، اول شهر 30 يوم انا حققت فيهم 50%، خلاص انا عديت اوبجكتيف معين، وصلت الهدف انا حاطه. وانس ان انا وصلت الهدف، لا انا ابتديت ان انا الاقي نفسي باخد بوزيتيف انرجي كده عشان اوصل او ان انا اكمل. ممكن في جزئين من الشغل ان انت تحط الاهداف القليله وبعد كده تعلي الايه الاهداف الكبيره، لكن خلينا نتكلم بشكل عملي. انا بحط الاي الاربع حاجات دول اساسيين، اساسيين جدا للشغل ده. طيب بعد كده ببتدي اشتغل على ايه؟ مين ليه علاقه بالموضوع ده؟ والله انا علشان اشتغل على ده لازم مين يكون بيساعدني، مين بيطورني، هحتاج ايه الريكويرمنت بشكل عام. لو انت لقيت فيه ريكويرمنت حطها، ما لقيتش فيه ريكويرمنت خلاص، يعني انا في حد محتاجه يشتغل معايا على الجزء ده ولا لا، ولا مفيش حد، لا انا مش محتاج حد للاوبجكتيف دي، او انا مش محتاج حد في الموضوع ده. فانت بتحط الاوبجكتيف بتاعتك بشكل كبير. طيب حاجه كمان، هل انا المفروض اكمل ال 12 شهر؟ لازم انا اشتغل على ال 12 شهر؟ لا، علي عادي جدا، انت ممكن تقسمهم كوارتر. يعني احيانا انا كنت باخد كوارتر كوارتر، اول 3 شهور، ثاني 3 شهور، ثالث الرابع وهكذا. واقسم الكوارتر، هو بالنسبه لي دي السنه بتاعتي، يعني الكوارتر ده السنه بتاعتي، هقسمهم كوارتر وبعد كده ابتدي ايه اشتغل او ابتدي اكمل. فلازم تحط الايه كل على حسب مقداره، انا اقدر اشيل 3 شهور، انت تقدر تشيل 6 شهور، هو يقدر يشيل سنه، اوكي مفيش مشكله، المهم تنتج. يعني ممكن انت تحط بلان سنه وانا احط بلان 3 شهور، انا احقق بلان ال 3 شهور وانت تيجي عند البلان بتاع السنه تقف في الشهر الخامس، فيبقى انت ما حققتش حاجه، وانا بالنسبه لي انا حققت، بل بالعكس انا في الشهر او في الكوارتر الثاني انا وصلت للنتيجه، وانا بدات اوصل لنتيجه معينه. فلازم تحط الحاجه بارقام، لازم تحط الحاجه بتاعتك هي قابله ان انت تحققها وقادر ان انت تحققها وتقدر ان انت تنفذ. ده بالنسبه للاوبجكتيف بتاعت السنه، الاوبجكتيف بتاعت ايه السنه، وبكتبها بنفس الطريقه دي، بنفس الطريقه دي في النوت عندي بالورقه والقلم، تمام؟ طيب باجي بعد كده اعمل ايه؟ باجي بعد كده اقسم الموضوع ده لشهور. انا عندي دلوقتي قايد الشهر الاولاني، شهر يناير انا خلاص جبت الشهر الاولاني وبدات ايه اشتغل عليه. ابتدي اقسم الشهر ده لايه؟ لاجزاء منفصله. انا والله عندي 50% من الكتاب ده المفروض ان انا اقراه، 50% من الكتاب ده المفروض ان انا اقراه. طيب ببتدي احط بقى ايه؟ يناير خلاص، واحدد الحاجات اللي انا محتاج اشتغل عليها في شهر يناير، انا عندي حاجات في شهر يناير. طيب خلينا هنا نقول السنه، تمام، طالبه مني ايه والشهر طالب مني ايه. بمعنى انا دلوقتي بشتغل على بلان السنه، بلان السنه فيها ان انا
اشتغل على جزء في كتابة المحتوى الخاصة بالويب سايت، واعمل دوكمنت لورق الشركة، واشتغل اخد 50% او اقرا 50% من الكتب والمراجع اللي انا محددها علشان ابتدي ان انا اشتغل على نفسي. طيب في اوبجكتيف تانية بقى ليها علاقة بالشهر، يعني ممكن انا الاوبجكتيف بتاعتي في الشركة ان انا احقق الاتشيف، او ان انا اترقى، او ان انا اشتغل الجزء بتاع الويب سايت، فلازم أن يكون في اهداف السنه. تعالى هنا نقول مثلا ان انا وهنا واحد بالنسبه لي كتابه المحتوى للموقع، تمام. رقم اتنين، تمام، ان انا اكتب ورق مثلا للشركه، تمام. رقم ثلاثة، ان انا المفروض 50% من كتاب التسويق الدولي مثلا، تمام. خلاص انا كده عارف انا المفروض شهر يناير انا عارف هروح فين. اخر شهر لازم اكون مخلص ده حيا ميتا، انا لازم اخلص الكلام ده. اوبجكتيف الشهر بقى رقم واحد مثلا، هنقول ان انت عندنا، لو احنا هنا جينا، لو هنا جينا، هنا محتاج ان انا في الشهر ده اعمل خطة مثلا المحتوى للسوشيال ميديا، تمام. رقم اتنين، ان انا اعين مثلا فريق جديد، تمام. رقم تلاتة، العميل بتاع مثلا مشروع اكس يجدد معانا سنة كمان. خلاص انا في اوبجكتيفز معينه للشهر، فبالنسبه لي انا مش هفكر ولا في شهر اتنين ولا تلاته ولا اربعه ولا خمسه ولا اي حاجه تانية. انا كل اللي بفكر فيه الكام نقطه اللي انا حطيتهم دول، اوبجكتيف الشهر، اوبجكتيف بتاعه الشهر، حطيت الاوبجكتيف بتاعه الشهر، انا ده الشهر بتاعي وانا بكتب ده على مستوى الشهر. طيب احيانا في ناس بيكون عندها اكتر من حاجه. يعني ايه اكتر من حاجه؟ انا مثلا هنقول مثلا كمثال، عندي هنقول ان هم ثلاث حاجات. هنقول مثلا انا عندي مثلا شركة منتور مثلا، تمام، وعندي مثلا هنقول بي سي مثلا، وعندي هنا محمود، انا بنقل لك من النوت بتاعتي عشان انت تبقى شايف. ممكن اديك امثلة، اديك امثله تانية، بس هقول لك بقى على حاجه. انا عندي الموضوع متقسم، وممكن عندك او عندها او عندهم ناس تانية عندها المواضيع متقسمه لثلاث حاجات. بمعنى ممكن في ناس تانية شغاله الصبح وشغاله بالليل، ممكن في ناس تانية عندها جزء تاني مهم في حياتها هي بتحقق فيه تارجت، زي بالظبط ان انا عندي بطوله سباحه، عندي فانا عندي اوبجكتيفز تانية عمليا المفروض بشتغل عليها، عمليا المفروض بشتغل اقسمهم بنفس الطريقه دي واشتغل على ده. فهنقول ان انا عندي الجزء الخاص بالشركه دي الاوبجكتيف بتاعته، والخاص بتاع الشركه الثانيه ده الاوبجكتيف بتاعته، والاوبجكتيف بتاعت الشركه الثانيه او شغل الكونسلتنت وهكذا ده للاوبجكتيف بتاعته. فخلاص كل حاجه ليها الاوبجكتيف بتاعها واقسمهم على هذا الاساس. بمعنى ممكن نقول ان انا مثلا خطه المحتوى مثلا للسوشيال ميديا ده الخاصه بالجزء ده، وهنقول مثلا ان انا عين فريق جديد ده مثلا خاص بالجزء ده، وعندي العميل مثلا ده خاص بالجزء ده. فاوريدي انا خلاص انا قسمت، انا عندي كل ماتش منهم ليه جوان معينه او ليه شغل معين، فانا اوريدي انا قسمت الكلام ده كله. الكلام ده كله ممكن ياخد مني وقت اول قاعده في البلان وعصف ذهني، وتاخد وقتك براحتك جدا جدا جدا، لكن هيوفر عليا سنة هتضيع على الفاضي، هيوفر عليا سنة هتضيع على الفاضي. لو انا ما قعدتش فكرت كده وانا محتاج اطلع بايه بالسنة دي، هيضيع عليا سنة هتضيع على الفاضي. طب انا مش عارف اعمل ايه، يعني انا مش عارف اطلع بايه. بمعنى في ناس هتقول ايه، انا مش عارف اطلع بايه، وانا ما عنديش الكلام ده ولا عندي حاجة. ارجع للي فات. يعني ايه ارجع للي فات؟ يعني ارجع انت واقف فين السنة دي 23 مثلا، انت واقف فيها فين، الكونكلوجن بتاع السنة راح فين، السنة دي ضاعت في ايه، وكمل على هذا الاساس. والله السنة دي ضاعت في شركة انا شغال فيها واصلا زهقان منهم ومش عايز اكمل معاهم. طيب انت يعني اوبجكتيف بتاعتك ايه؟ والله انا باخد هنا في خبرة. خلاص حلو، كمل، تمام، واستحمل الكلام ده، عشان انا عندي اوبجكتيف اخر السنة ان انا اكون محقق تارجت اتشيفمنت معين. خلاص يا باشا، هنا بقى انت بتبتدي تبني لنفسك نقطة
نوليدج معينه وبتبني لنفسك تحدي او تشالنج معين انت محتاج تشتغل عليه. فلازم يبقى انا قسمت معايا السنه، قسمت معايا الشهر، وانا كده عارف انا كل شهر بالنسبه لي هيكون ماشي ازاي، والاوبجكتيف بتاعتي هتكون ماشيه ازاي، ومحدد محدد الاوبجكتيف بتاعتي، ومحدد انا محتاج اوصل فين، وانا المفروض هروح اخر الشهر على فين. ده هيخليك تحس احساس كده، عارف انت لما تحس ان انت عايش، هو ده بالظبط. عارف انت لما تحس ان انت ليك لازمه، هو ده بالظبط فعلا الاحساس اللي انت هتبقى عايشه. انا حاسس ان انا عندي لازمه، وكل يوم بصحى الصبح عشان انا عندي حاجه معينه عايز اخلصها، عشان انا في اوبجكتيف معينه بمشي وراها. انما انا صاحي زي كل يوم اروح الشغل واجي من الشغل وزي الفل، انا كده تمام والدنيا معايا جميله، وانا مش عارف انا بعمل ايه ولا الدنيا ماشيه معايا ازاي. انت في الاخر هتيجي تتفرج على الناس اللي جنبك وتقول ايه ده، بص الناس دي واصله لفين، ده انا في البطيخ خالص. ليه؟ لا، لان انت اصلا مش انت ما حطيتش اوبجكتيف تمشي وراها. فلازم يكون معاك الارم. تعالى كده اقول لك على حاجه. زمان لما كنت بشتغل في شركات عادي وهكذا، كنت قلت ايه، انا مش هشتغل خلاص في شركة، وانا فتحت البيزنس بتاعي وكلام كبير كده، والمهم الدنيا تمام وزي الفل، وانا تمام زي الفل. تمام. جيت بعد كده خلاص انا شغال مع نفسي، واجهتني مشكلة كبيرة جدا جدا جدا، الا وهو انا متعود على الاسقاطات بتاعت الشغل والاسقاطات بتاعت البيزنس اونر. بمعنى يعني بيجي البيزنس اونر يجي يقول لي ايه، احنا محتاجين نعمل كذا، اقول له اه تمام خلاص. فانا عارف انا متوجه لايه، هشتغل عليه. والله انا عارف ان احنا عندنا محتاجين نجيب مثلا 50 ليد جديد، و 50 ليد جديد، والمفروض ال 50 ليد دول انا عارف ان انا عندي حد حط لي سلم وانا هاخد التراك. لقيت نفسي انا اللي محتاج احط السلم، وانا اللي اطلع التراك، وانا في الاخر اقف اقول هي انا وصلت. فكان الموضوع صعب. صعب ليه؟ لان ادركت ان العامل او مديري انا بقى فيما بعد لما ابقى مستقل بنفسي، او انا حتى مسؤول عن نفسي، الوقت. الوقت هو مديرك بجد 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 فعلا. الوقت هو مديرك. الوقت اللي بيضيع منك هو ده المدير. يعني انا عندي في اليوم المفروض في ناس بتشتغل 8 ساعات، خلاص هي حاطه ده اوبجكتيف، هي حاطه ده اوبجكتيف، وفي ناس شغاله 12 ساعه، هي حاطه ده برضو اوبجكتيف، وفي ناس المفروض ان هي شغاله 16 ساعه، تمام، وده اوبجكتيف، وفي ناس بالنسبه لها 18 ساعه وده اوبجكتيف. في ناس شغاله 8 ساعات، وفي ناس شغاله 18 ساعه، او في ناس شغاله كده وفي ناس شغاله كده، ما فيهاش يعني او ده، في ناس شغاله كده وناس شغاله كده. طيب مين مدير كل واحد؟ مين مدير كل واحد في دول؟ يعني مين مدير كل واحد في دول؟ هو المدير هو الوقت. يعني ايه المدير هو الوقت؟ وقتك هو مديرك. تمام. يعني انا بالنسبه لي لو انا عندي 8 ساعات، وده هنشوفه دلوقتي، يعني احنا واحنا مع بعض هنشوف ده دلوقتي بيتم ازاي على مدار اليوم، وازاي ان انت فعلا المدير بتاعك هو وقتك. انت دلوقتي المفروض المدير بتاعك هو الوقت. انا عندي 8 ساعات، 8 ساعات دول راحوا فين على مدار اليوم؟ تمام. في سيستم كده بنمشي مع بعض الشركات وشركات تانية معتمدة على ده، بس بطريقة غير مباشرة. بمعنى ايه؟ اخر كل يوم كل موظف من الموظفين، سواء الشركات اللي بشتغل معاها او الشركات اللي شغال فيها او الشركه بتاعتي او ايا كان، لازم على اخر يوم يبعت لي ميل. لازم يبعت لي ميل. الميل ده بيكون في ايه؟ لازم يكون يبعت لي ميل الكونكلوجن او النهايه بتاعت اليوم، قول لي كده النتيجه ايه؟ طيب النتيجه ايه ده؟ هو بيبتدي يحسبها بمعيار الوقت. بمعيار الوقت ايه؟ لو هو ما عملش حاجه طول اليوم هيجي يقول لي ايه؟ هو انا هبعت الميل اكتب فيه ايه؟ ده كده انت ضيعت 8 ساعات على الفاضي ما عملتش اي حاجه. طب هل الانتاجيه مربوطه بالوقت؟ يعني في ناس تقول لك ايه؟ ان انا ممكن اشتغل 8 ساعات وما اعملش حاجه، الموضوع ملوش علاقه بالوقت. انا بقول لك في ناس بتشتغل 8، ناس 12، ناس 18، ناس 20 وهكذا. الموضوع له علاقه بادراكك لاهميه الوقت. فادراكك لاهميه الوقت والريسبونسبيلتي بتاعتك ومسؤوليتك وهكذا، هو ده اللي بيحكم عليك ان انت تحقق النجاح ده ولا لا. ف
فما تعتمدش ان في مدير هيراقب عليك وهو ده اللي يقول لك مش عارف ايه، يلا امشي انت عملت ولا ما عملتش وهكذا، لان معظم المديرين هتلاقيهم ما ولا ايميلات ولا بتاع ولا اي حاجه، هو بيعدي كده على الفاضي يرمي التاسك ويمشي وانت بقى اجري وراه وهكذا. لا، ما اعتمد على الوقت. انا ما دلوقتي معايا 8 ساعات شغل، الثمان ساعات دول انا ضيعتهم في ايه؟ طيب تعال نشوف بقى لما احنا بنحط الاوبجيكتيف بتاعه الشهر، نيجي بقى لاهم اهم اهم نقطه واهم حاجه واهم يعني اهم بلان بقى في الموضوع كله، واهم حاجه بالنسبه لنا بقى عشان الكلام ده كله ينجح ويبقى احنا فعلا شغالين صح. هقول لك بقى ده بنعمله ازاي، والطريقه دي تكاد تكون صعبه على بعض الناس، بس على الناس اللي محتاجه تنجح الموضوع مش هيبقى صعب، وهيبقى مع الوقت هو لا معيار نجاح، مش معيار فشل ولا اي حاجه. تعالى كده تخيل معايا، تمام، واللي مركزش يركز، واللي بيعمل حاجة يركز هنا، واللي نام يصحى كده، عشان النقطة دي كده يعني دخلنا في الجد قوي. احنا عرفنا السنة وعرفنا الشهر، وممكن تكون ده كلام عدى عليك بطرق مختلفة وهكذا، بس لسه انت بقى محتاج تدرك اليوم بالنسبة لك تمشيه ازاي. طيب مبدئيا كده دي الاجندة بتاعتك، دي الاجندة بتاعتك، خلينا نركز ان دي الاجنده بتاعتك. الاجنده بتاعتك متقسمه ازاي؟ الاجنده بتاعتي اول حاجه فيها المفروض النهارده انا عندي النهارده بدايه اليوم، النهارده 1/1/2024، تمام، زي الفل جدا، متفقين، مفيش اي حاجه في خلاص بدانا اليوم. طيب هل يوم 1/1 ده المفروض ان انت تكتبه في نفس اليوم؟ لا، المفروض تكتبه اليوم اللي قبلها، تكتبه اليوم اللي قبلها، ما يطلعش عليك النهار بتاع 1/1 وانت معاك الورقه فاضيه، طلع عليك النهار بتاع 1/1 ورقتك فاضيه، انت اليوم ده بالنسبه لك مش هتعمل فيه حاجه، صدقني مش هتعمل فيه حاجه، ولو عملت فيه حاجه مش هتكسب 75% من اليوم ولا 50% من اليوم، اليوم فعلا هيبقى ضايع منك. لازم قبلها بيوم، لازم قبلها بيوم، ما ينفعش ان انت اليوم يطلع عليك وانت مش بانيله البلان بتاعته. زي بالظبط كده ايه، انت يعني انت بتخطط للحرب بعد ما قامت، هو نفس هو هي هو ملهاش مثال تاني، انت بتخطط للحرب بعد ما قامت، خلاص انت هتتضرب، انت بتعمل ايه؟ انت بتتضرب، هي نفس الفكره، فانت لازم تخطط اليوم قبلها، يعني لو طلع عليك النهارده بتاعت اليوم انت عندك مشكله، تمام؟ طيب ده بالنسبه لي التاريخ بتاع اليوم، والنهارده هنبتدي. طيب اول حاجه لازم تبص على الاوبجكتيف بتاعت الشهر قبل ما تبلان لليوم بتاعك، لازم تبص على الاوبجكتيف بتاعت الشهر عشان تبقى عارف انت الاوبجكتيف دي هتمشي بالنسبه لك ازاي. بالمناسبه قبل ما يعني قبل ما نخش اليوم، انت بتقسم نفس التقسيمه بتاعت الشهر دي على الاسبوع، يعني برضه عشان نبقى بنتكلم في الاسبوع، انا بدايه الاسبوع ده عندي اوبجكتيف معين، والاوبجكتيف ممكن تكون مختلفه، ممكن تكون ليها علاقه بال ممكن يكون لها علاقة بالبلان السنوية، يعني البلان السنوية بناخد منها مقتطفات عشان نحقق آخر السنة حاجة، والبلان الشهرية أو الأسبوعية بناخد بنبني لها أجزاء مختلفة أو شورت الجولز كده، أهداف مختلفة صغيرة مع بتاعة السنة، زي ما إحنا مقسمين هنا السنة ومقسمين الشهر، كمان بنيجي بعد كده في الآخر نبني كمان الأسبوع ونشوف الأسبوع بالنسبة لنا هيمشي إزاي، تمام. طيب تعالى برضو هقول لك على حاجه، هنا هنيجي هنا هنفترض برضو، تعالى كده هقول لك على عشان برضو الناس يوصل لها نفس المفهوم، هنفترض ان ده ايه الكراسه بتاعتك او الاجنده بتاعتك او النوت بتاعتك، هنا هنقول المفروض شهر يناير، تمام، ويحط الاهداف، تمام، السنويه، تمام، وهنزل تحت الأهداف الشهرية، تمام، وهاجي هنا الأسبوع الأول، هنزل هنا الأسبوع الثاني، وهنزل هنا الثالث، وهنزل هنا الرابع، تمام. فأنا بالنسبة لي معايا الأهداف الشهرية والأهداف السنوية، لذلك لو جه حد دلوقتي قال لي أنت سنة 2021 في شهر مثلا 5 يوم 25، انا ممكن افتح النوت اللي هي بتاعت السنه دي واقول لك انا اليوم ده عملت ايه من اول الصبح لحد اخر اليوم، والاوبجكتيف بتاعتي ايه اللي حصل فيه. انا فاكر واحده من الحاجات المهمه جدا جدا جدا، ان انت لو جيت تفكر او تفتكر انت السنه ضاعت منك في ايه، عمرك ضاع في ايه،
الشهر بتاعك ضعف ايه، الاسبوع بتاعك ضعف ايه، ولا هتفتكر. حتى لو انت محقق اهداف، حتى لو انت عامل في ال... لو انت واخد كاس العالم في الاسبوع ده، مش هتفتكر اي حاجه. ولو افتكرت هتفتكر نصه، تفتكر ربعه، ثلاث ارباعه، مش هتفتكر. يعني انت مش هتفتكر فعلا، فعلا مش هتفتكر. ولو افتكرت مش هتف... مش ه... مش مش مش, ه... مش هيحصل اي حاجه. يعني الموضوع بالنسبه لك او انا فاكر ان انا عملت كذا، بس عمرك ما هتفتكر كل حاجه. تمام. فلازم ضروري جدا جدا تبقى انت باني ده. انا عارف ان انا الشهر ده يناير هعمل الاوبجكتيف دي اللي هي طالعه من الاهداف السنويه، وده بتاعت الشهر، وعندي الاسبوع الاول الثاني الثالث وهكذا. تعالى مثلا نفترض ان انا المفروض اخلص 50% من الكتاب، كانوا حوالي 350 او 352 صفحه. تمام. من الكتاب. تمام. المفروض ال 300 دول يتقسموا على 100 و100 و100. الموضوع مش هياخد منك تقريبا في الشهر ساعتين، في كل يوم بالليل مش هياخد منك حوالي ربع ساعة. بس انت باني نفسك، احنا بنضيع اوقات كتير جدا جدا. هنا كان ايه 52 صفحة. تمام. فخلاص انت بنيت الكلام ده. نيجي بقى نرجع للكلام المهم بتاع اليوم. طيب مبدئيا كده بسم الله احنا بنبتدي على حسب كل واحد يومه بيمشي من امتى لامتى، او اليوم بتاعه بيمشي من امتى لامتى. تمام. طيب تعالى هنا نعمل ايه. انا مبدئيا اول حاجه لازم تحط عدد الساعات بتاعت انا من 8 ل 9، وتحط الوقت بتاعك. انا رسميا وقتي بيبتدي 8 رسميا، ما اجيش بقى 8 انا عايز اروح اكل، انا مش عارف مين راح فين وطلع فين. لا، انا رسميا ميعادي 8 خلاص. انا شور ب 8، انا سيريس جدا في مواعيدي من اول الساعه 8. 7 ونص براحتي نعمل اللي انا عايزه، اتدلع 8 الا تلت، 8 الا دقيقه، 8 وهكذا. انا مواعيدي الرسميه صفاره الحكم بتصفر للماتش الساعه 8 خلاص، هي 8 نبقى في الملعب خلاص. تمام. يعني دي سيريس. ومن الحاجات اللي هتواجهك مع الوقت، مع اهلك ومع اصحابك، اللي هو انا معايا مواعيد يا عمي، سيبك من يا عمي، يلا نروح ناكل، يلا مش عارف مين رايح مشوار ايه، يلا بينا احنا عندنا فرح مش عارف ايه. لا، انا عندي مواعيد بانيها، يعني عندي وقت لازم ان انا انجزه. فدي من الحاجات اللي هتلاقي اللي حواليك بيزوقك يبعدوك عنها، فحاول ان انت مع الوقت تلتزم بيها. طيب احنا قلنا من 9 ل 10، وعندي هنا من 10 ل 11، ومن 11 ل 12، ومن 12 لواحدة. تمام. ومن واحدة، هنقول هنا من واحدة لاتنين، ومن اتنين لتلاتة، ومن تلاتة لأربعة، وهكذا من أربعة لخمسة. تمام. أنا عندي هنا المفروض من أربعة لخمسة، وأنا عامل كده واخد من ستة لسبعة، ومن سبعة ل لا، ثانية كده، خمسة. قلنا من ستة، من خمسة لستة، من ستة. أنا بحاول أديك اللي مكتوب بالملي، يعني من 7 لـ 8، وباخد سبيس تاني وانزل من 8. طبعا انت مش لازم تمشي بنفس انا لا، انا بشتغل من 8 ل 5، يعني ما عنديش حاجه، مش هشتغل بالليل خلاص. اوكي. يعني كل واحد، انت خد الطريقه من 8 ل 9، ومن 9 ل 10، و لينا هنا نطلع ناخد دي كده، ننزل تحت كده عشان بس ايه، هي كده، وهي ننزل بين دي ل 100 مثلا. لا كده نسمع، شوف كده، من 10، ومن 10 ل 11، ومن 11 ل 12، ومن 12 لوحده. تمام. وبس انت كده معاك اليوم. كل الحاجات اللي انت محتاج بقى تحطها من الاوبجكتيف لازم تكون مربوطه بوقت. يعني لو انا جيت هنا قلت المفروض ان انا عندي الاسبوع ده اخلص 100 كتاب، فانا النهارده المفروض هقرا لي مثلا 10 صفحات او حاجه، او اقعد اذاكرهم. طب تمام خلاص انا هقعد اذاكرهم. لا يا باشا، معلش معلش كده بقى لحظه، اربطهم لي بوقت. يعني اي حاجه من الحاجات اللي انت محتاج تحققها لازم تتربط بوقت، لازم تتربط بوقت. الا لو هي حاجه عابره انت ممكن تعملها على الـ زي ما بيقول كده ايه، على السريع. يعني ممكن اعملها وانا ماشي، ممكن اعملها وانا في الطريق وانا في العربيه وهكذا. تمام. فلازم تربطها في وقت. فانا عامل حسابي ان انا اليوم ده من يوم
من الساعة 10 للساعة 11 عندي إيه الإيه البوك مثلا بتاعي، عندي الكتاب تمام، انا عندي ايه الكتاب. فخلاص انا بالنسبه لي عارف انت مع الوقت هتلاقي نفسك بتبني اسبوع قدام لوحده. انا عارف ان انا كل يوم عندي من 10 ل 11 الجزء بتاع الكتاب على اخر الاسبوع عشان اكون مخلص بعد اخر الاسبوع الجزء اللي انا محتاج اخلصه. انت لقيت نفسك بتبني البلان، انت لقيت وقتك مشغول من غير ما تقعد تدور على حاجه تشغلك. انت اوريدي بقى عندك خلاص البلان بتاعتك، الطريقه بتاعتك، الواي بتاعتك. ممكن بدل الكتاب، انا في ناس تانية مثلا تقول لك ايه، انا هروح اخد مثلا هتعلم حاجه تانية مع حد تاني، هاخد منتورنج في حته، هاخد كورس في حته، هاخد حاجه في حته، فاوريدي ميعادها من 8 ل 11. خلاص انت عندك الوقت ده، هو ده الوقت اللي انت محتاج تحط فيه الكلام ده كله. طيب انا عندي المفروض حاجة تانية بقى، تعالى بقى نبني بقية الصفحة. الصفحة التانية دي هنعمل فيها ايه؟ تحت هنعمل فيها ايه؟ تحت هنا تمام، انا بقى احط ايه؟ بحط التاسكس بتاعتك تمام، التاسكس بتاعتك، او لا سوري، هنا مش التاسك، هنا الديلي روتين تمام. انت هنا بتحط ايه بالظبط؟ انت بتحط الديلي روتين بتاعك تمام. انت هنا بتحط ايه؟ بتحط الديلي روتين بتاعك. يعني ايه الديلي روتين؟ كل واحد مننا لازم يكون عنده ديلي روتين بيشتغل عليه، علشان العادات مع الوقت بتخلق عندك فرص انت ما تتخيلهاش. طيب تعالى كده مثلا نشوف الديلي روتين عندي مثلا، في ناخد عليه مثال من الديلي روتين اللي معايا. طيب الديلي روتين مثلا انا عندي كل يوم لازم انا اتشيك الايميلز، لازم كل يوم الصبح اتشيك الايميلز واشوف ايه اللي جه في الايميلز وايه اللي انا هرد عليه في الايميلز وهكذا. لازم كل يوم اتشيك الايميل. انا شغلي بيفرض عليا كده، ممكن يكون شغلك بيفرض عليك حاجه تانية. انت لازم يكون عندك ديلي روتين. انا عارف ان انا كل يوم بعمل ده. طيب عندي كل يوم ايه؟ عندي كل يوم بعمل تشيك تمام، ماركتنج ابديت تمام. فانت عندك كل يوم، كل يوم بتعمل حاجه تمام. فانت عندك كل يوم ايه تاني؟ ممكن يكون حاجه ايه تاني، او عندي كل يوم نيو بوست تمام. عندي كل يوم في 3 بوستس لازم يبقى انا بشتغل عليهم، لازم في كل يوم انا عندي 3 بوستس ليرنينج بنزلهم، او الاديوكيشن ليرنينج بتاعتي اللي بتنزل على السوشيال ميديا لازم تنزل. ما ينفعش ان ده ما يحصلش، او ما ينفعش ان انا ما اعملش ده. فانا عندي ديلي روتين، انت كمان لازم يكون عندك ديلي روتين. والديلي روتين ده بقى تبتدي تحطه فين؟ تحطه على حطه على الوقت اللي فوق. يعني انت عندك الكلام ده لازم تحطه على الايه، الوقت اللي فوق تمام. طيب انت الديلي روتين، انا عندي هنا تشيك ميلز والتشيك ماركتنج ابديتس وهكذا، الاثنين دول بروح واخدهم كده تمام، واطلع عليهم اول حاجه الصبح تمام، اول حاجه الصبح تمام كده. ده اول حاجه بالنسبه لي الصبح. تعالى يعني كده هنا. طيب لازم كل يوم بقى شغل، اجازه، رسمي، نظمي، عيد، جواز. انا بالنسبه لي ده دي حاجات لازم تتعمل، ما ينفعش ان هي تتعاد. لازم كل يوم اعمل تشيك للابديتس اللي في المجال، ولازم كل يوم اعمل تشيك للايميلز. كل يوم لو انا صاحب بروجكت من الحاجات برضو اللي موجوده عندي، الكومباتيتورز او المنافسين ليك في المجال لازم تتشيك، تشوف الناس دي صباح الخير هي عاملين ايه، انتوا مقدمين ايه جديد، ايه القديم، ايه اللي انا احسن منكم فيه، ايه اللي انتوا احسن مني فيه، وهكذا تمام. فلازم يكون عندك الديلي روتين. ففي الجزء ده بتعمل ايه؟ بتكتب الديلي روتين تمام، بتكتب ايه الديلي روتين. طيب تعالى كده نشوف في ايه تاني تمام. ايه هنا طيب، في ايه تاني المفروض ان انا عندي بعد الجزء ده؟ عندي الناحيه التانيه في حاجات لازما في النوت بتاعتك. ده كله على مدار اليوم. يعني انت اليوم على فكره، في ناس بتيجي اول كل سنه تقول ايه، احنا السنه دي هنحقق كذا كذا. لا مش مهم على فكره، المهم اليوم نفسه، اليوم نفسه اللي انت موجود فيه انت هتعمل ايه، او اليوم ده انت هتحقق فيه ايه. مثلا هنا عندي، انا عندي مثلا الميت اب مثلا، خلاص انا عندي كل يوم جمعه ميت اب الساعه 9. فخلاص انا بالنسبه لي يوم الجمعه الساعه 9 بالنسبه لي مقفول خلاص. انا عارف انا بالنسبه لي اليوم ماشي ازاي. انا عندي كل يوم الساعه 9 في ايه الميت اب، فخلاص انا عارف بالنسبه لي اليوم ماشي ازاي تمام. انا عارف ايه اليوم بالنسبه لي ماشي ازاي. فلازم تكون عامل ده. طيب الجزء اللي بعد كده
او الجزء اللي المفروض تشتغل عليه. طبعا كله على حسب الاجزاء اللي بتاعته او الاجزاء اللي بتشتغل عليها. انا عندي هنا بروجكت، تمام؟ ايه المشاريع اللي انا لازم بتابعها كل يوم؟ انا مثلا شغال فريلانسر او انا شغال في ايجنسي او كذا، عندي بروجكتس المفروض ان انا بشتغل عليها، بشتغل لها كونتنت، بشتغل لها ميديا باينج، بشتغل لها بزنس اونر، بشتغل لها وهكذا. طب انا عندي لازم اتشيك على الكلام ده، لازم اتشيك البروجكت كل يوم، ايه اللي حصل، ايه الجديد وهكذا. طيب هنقول مثلا هنا ماركتنج منتور، تمام، عندي هنا اكس ريال مثلا، عندي وهكذا، تمام، عندي مثلا بزنس كوركتور مثلا وهكذا. انا عندي بروجكت سواء بقى بتاعتي سواء بتاعت كلاينت سواء بتاعت ايا كان مين، لازم اكون بتشيك عليه. طيب عندي الناحيه الثانيه، او انا عندي الجزء الثاني من النوت هنا التيم، تمام، التيم لازم انا اعمل تشيك مع التيم كلهم، هتشوف الدنيا معاهم في ايه، شغالين، عندهم مشكله، الدنيا عندهم ماشيه ازاي. هنا مثلا هنقول السيلز، تمام، الفاينانس، او هنقول مثلا الكونتنت، لازم اتشيك هل الناس دي اصلا الدنيا معاها تمام مش تمام، شغاله مش شغاله، الكلام ده كله لازم انا ابقى انا شايف الدنيا فيها ايه. واحيانا ببص مثلا على الكونتنت، لا انا مش محتاج اكلمه النهارده، انا خلاص انا متابع الدنيا فيها ايه، بس انا اوريدي عيني جت عليه وشفت الدنيا فيها ايه، انا فاكرك مش نسيك، انا فاكر ان انا معايا تيم سيلز، معايا تيم منتي ادفايزرز، معايا تيم بزنس ادمنستريشن، معايا تيم كواليتي، معايا، فلازم اتابع الناس دي اشوف الدنيا فيها ايه. الكلام ده بيخليني ايه بقى، منساش حاجه، انا يومي متقفل، يومي ما بيسقطش، تمام. طيب الجزء اللي بعد كده الفولو اب بقى، جزء الفولو اب هنا للحاجات اللي هي ولا هي بروجكتس ولا هي تاسكس ولا هي حاجه، بس في مشكله عندنا في الشغل تبع الانترنت ومحتاجين ان احنا نتابع الكلام ده ونشوف الدنيا فيها ايه. خلاص انا هنا في عندي مشكله في النت، في الشغل لازم نتابعها. انا في هنا عندي في زوم ميتنج، في مشكله، الابلكيشن في مشكله، فلازم انت بتشيلها من على دماغك، انت عندك اليوم ماشي منظم. عمر بقى ممكن تيجي بعد كده انا عندي مشكله في زوم بس ما تابعتهاش، فاوريدي تعمل لك ازمه فتاثر على ايه، ادائك، فاوريدي انت معاك حاجات اساسيه لازم بايه بتفولو اب عليها وتشوف الجزء فيها ايه. طيب قصادها الناحيه التانيه ايه، او قصاد الجزء بتاع الفولو اب الناحيه التانيه ايه، عندي الناحيه التانيه الجزء المهم جدا وهو الليرنينج، تمام، الجزء بتاع الليرنينج. انا عندي في الليرنينج في حاجات مهمه قوي 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 لازم انا اشتغل عليها. انت عندك ايه في عندك ايه في محتاج ان انت ابديت فيه تشتغل عليه، الليرنينج بتاعك رايح فين وهكذا. الليرنينج بقى متقسم، الجزء اللي احنا قلنا تعليم، تمام، والجزء الثاني اللي هو اتكلمنا عليه ان هو الابديت. انا والله عندي بعمل ابديت في حته معينه، ولو انا في حته عايز اعملها مفيش حاجه في الابديت، خلاص انا على حسب الابديت اللي انا بعمل لها تشيك كل يوم عادي. وعندي في الليرنينج انا ماشي على بلان معينه انا ب ب ب بشتغل عليها، او انا بشتغل على الابديت بتاعتها وهكذا، تمام. فانت اوريدي عندك حاجات اساسيه لازم تشتغل عليها، عندك الفولو اب، عندك الليرنينج، لازم دول تفولو اب عليهم. الحاجات دي ما اتحطتش كده، يعني انا ما جيتش قعدت افكر اقول ايه رايك نحط هنا فولو اب، ايه رايك نحط، لا لا لا، الكلام ده جه بعد معاناه في الحاجات دي. يعني انا سقطت في الليرنينج، في حاجات ما كنت محتاج اتعلمها وقعدت فتره ما عرفتش اتعلمها، سقطت في الفولو اب، كان في كوارث بتحصل من في مواضيع لازم انا اتابعها في الشغل بس سقطتها فعملت مشكله وهكذا. البروجكتس احيانا كنت بقعد اسقط البروجكتس والمشاريع والناس ما فكرتنيش بالحاجات اللي المفروض تتبعت للبروجكت اكس او البروجكت ده هكذا. التيم احيانا كان في ناس من التيم ببقى خلاص يعني سقطت، هو بيفولو اب مع المانجر التاني، فخلاص بالنسبه لي لا انا لازم اتابع السكشنز دي وابص عليها كل يوم. الديلي روتين، الديلي روتين ده ما اتخلقش كده، اتخلق بناء على احتياجات الشغل، انا في ايميلات بتيجي لازم أنا اكون متابع للميلز، وكل شغلي كله ايميلز، اربع اكونتات بايميلات، فلازم أنا اتابع كل الايميلز دي اشوف فيها ايه، فلازم اتشيك الميل. انا عندي الابديتس، لو انا ما تابعتش الابديتس انا هندثر يعني هقع، فالابديت ده يعتبر الاكل اللي انا باكله كل يوم علشان اقدر اكمل لاخر الطريق. فالحاجات دي بتتولد مع الاحتياجات مش بتتولد، يعني الكلام ده انت ممكن تزود عليه
ممكن تزود عليه، ممكن تقلل عليه. انا واحد ما عنديش حاجه اعملها فولو اب، انا شغال عادي جدا ما فيش حاجه، تمام اوكي ماشي. انا ما عنديش بروجكتس معينه بتابعها، انا بينزل لي تاسكس معينه وبفولو اب عليها، اوكي تمام ما فيش مشكله يعني. بس دي سيتويشنز هتتحط فيها، يعني هتتحط فيها ايا كان. بعد كده بتنزل بقى للتاسكس، تمام. لو انت عندك تاسكس معينه، والتاسكس دي ممكن بقى انت توزعها على اليوم. يعني الكلام ده كله يا جماعه احنا بنوزعه على على التيبل دي، يعني انا ما بسيبش التيبل دي كده فاضيه، لا انا هنا عندي مثلا في الـ في التاسكس مثلا ماركت مثلا ريسيرش مثلا، تمام. انا عندي ماركت ريسيرش مثلا فور نيو بروجكت، تمام. في ايه؟ انا عندي نيو بروجكت، عندي دي او مثلا للبي يو سي مثلا او حاجه، تمام. والمفروض ان انا اعمل لها ماركت ريسيرش، خلاص اوكي ده تاسك بالنسبه لي. ممكن ايه اروح ايه، والله انا عندي الجزء بتاع ممكن اخده الساعه 2 اقعد اخلصه، وبعد الساعه 2 يبقى انا هاخده مثلا من 2 ل 4. خلاص انا بالنسبه لي، خلاص انا بالنسبه لي يوم متقفل. ده هيخليك تبقى فاهم على مدار على مدار اليوم الدنيا معاك ماشيه ازاي. يعني انت هتلاقي على مدار اليوم انا عارف انا عندي ايه وما عنديش ايه والدنيا بالنسبه لي ماشيه ازاي. طب هل البروجكت دي بتتكرر كل يوم؟ اه كل يوم. افتح نفس الصفحه واكتب البروجكت اللي هو اسمه اكس، عندي كل اه ليه. ده هيخليك تبقى انترست قوي بالحاجه، ما تسقطش حاجه، ما فيش حاجه هتقع مني وهكذا. طيب الجزء اللي بعد كده الناحيه الثانيه قصاد التاسكس بتاعتك، هتكتب نوتس. والله انا احيانا بتحصل حاجات تاريخيه بالنسبه لي، بتحصل حاجات كوارث، حاجات يعني لا انا لازم اكتب نوت في الموضوع ده علشان ابقى افتكره، اجي اخر الشهر افتكر الموضوع ده واركز معاه فيما بعد. فباخد نوت، والله انا عندي اكس عنده مشكله، حوار موضوع حصل ايا كان، بكتب نوت كده بسيطه عليه ايا كان ايه هو. وخلاص تمام. الاي تي مثلا معاه مشكله، خلاص يعني ايا كان ايه الكيس، تكتب نوت. في حاجه عايز تكتبها نوت على جنب، في حاجه محتاج تبقى تفتكرها ايا كان، انت اي حاجه بقى انت بالنسبه لك. يعني كان في حاجات ببقى عايز اكتبها مش عارف اكتبها فين، ولا هي تاسكس ولا هي فولو اب ولا محتاج اعمل عليها فولو اب، ولا هي تبع التيم ولا تبع البروجكت ولا هعملها كل يوم، خلاص هي نوت على جنب وخلاص. فانت بالنسبه لك، انت بالنسبه لك اليوم متقسم هكذا، عندك عدد الساعات اللي بتشتغل بيها، عندك النوتس، واحيانا كنت في النوتس دي بقفل اليوم، يعني في حاجات معينه في اليوم محتاج اقفلها باخدها في نوت وبحط التاسكس وهكذا. وبالنسبه لك اليوم هتيجي تاني يوم تعمل نفس الورقه، رابع يوم تعمل نفس الورقه وهكذا، تيجي اخر الاسبوع تقفل الاسبوع بتاعك، هل انا حققت الاوبجكتيف اللي انا محتاج احققها واللي انا حطيتها فوق دي ولا لا؟ لو ما حققتهاش دوس اضغط على نفسك في الايام في الاسبوع التاني، ما حققتهاش وده هيدخلك في سيتويشن صعب قوي، اضغط على نفسك في الاسبوع التالت، ما حققتهاش موت نفسك الاسبوع الرابع عشان تحققها، تمام. فانت عندك بدل الفرصه اثنين وثلاثه واربعه لحد ما تحقق الاوبجكتيف بتاعت الاسبوع. وانس ان انت حققت ده، انت صدقني هتيجي اخر يوم اخر الاسبوع هتحس بانتصار فظيع، ان انت كان عندك كان عندك سيتويشن معينة، كان عندك سيتويشن معينة، والسيتويشن دي انت حلتها ووصلت بيها لأوبجيكتيف معينة وهدف معين انت محتاج تحققه، واوريدي ده كله بيسمع معاك في الاخر، في اخر ايه السنة بيسمع معاك في اخر السنة وانت ماشي. لازم تخلي بالك ان انت تكون بتعمل كنترول على الحاجة بتاعتك، هل انا وانا بتعلم الجزء بتاع التسويق الدولي ده هل انا بستفاد فعلا، ولا انا عمال اضيع في وقت وفي الاخر انا بالنسبه لي اه تماما قريت الكتاب، بس هو الاوبجيكتيف اصلا مش الكتاب. الاوبجيكتيف لو انا فاكر او انت فاكر ان انا محتاج يكون عندي رؤيه واسعه للتسويق الدولي، او ان انا اوصل اوصل لرؤيه واسعه في التسويق الدولي، تمام، او واخد افكار جديده في التسويق الدولي، فهنا هو ده الاوبجيكتيف. فهل اللي انا بعمله ده بيوصلني للاوبجيكتيف ولا لا؟ لان في ناس بتربط الاوبجيكتيف بالهدف، يعني سوري، بتربط البروسيس او التاسكس اللي هي بتعملها او الخطوات او البلان نفسها بالاوبجيكتيف. لا هو البروسيس اللي انت هتمشيها دي حاجه، والهدف اللي انت هتوصل له حاجه. يعني الهدف مش ان انا اعمل ماركت ريسيرش مثلا، لو انا هنا انا مش هدفي اعمل ماركت ريسيرش ان انا عملت ماركت ريسيرش، لا. احيانا في ناس الهدف ان انا اجاوب على السؤال اللي المفروض يطلع من الماركت ريسيرش، الماركت ريسيرش المفروض ان هو يديني اجابه لاسئله انا محتاج اوصل لها، هي نفس الفكره. مش الهدف ان انا اوصل لنقطه معينه او اوصل ل ان انا اوصل لهدف او حاجه
او ان انا يعني فرق ما بين الهدف اللي انت محتاج توصل له وبين البروسيس. انت ايه البروسيس بتاعتي؟ والله انا البروسيس بتاعتي ان انا اعمل ماركت ريسيرش واطلع منها بكونكلوجن معينه، والكونكلوجن دي او النتيجه دي ابتدي احولها لاوبجيكتيف. زي بالظبط كده الناس اللي بتشتغل سوات اناليسيس. انا عملت سوات اناليسيس وطلعت نقاط القوه ونقاط الضعف والفرص والتهديدات، تمام جميل زي الفل. ها وبعدين صمت السنين، ما انا عملتها. طيب ماشي، فين يا حبيبي بقى النتيجه؟ لازم تطلع نتيجه، اللي هو انا بناء على كده على الويك ليست دي انا المفروض هحولها نقاط قوه، والله انا بناء على نقاط القوه دي انا المفروض هتصرف اكس، بناء على التهديدات دي لازم أن اكون عندي بلان بي هعمل كذا. هي دي النتيجه، هي دي الاوبجكتيف، تمام. انما انا ما اقعدش ابني في بروسس وفرحتي انا خلصت الكتاب وخلصت مذاكره والمراجع والحاجات اللي انا شغال عليه، في الاخر انا بالنسبه لي ما عملتش اي حاجه، او اللي هو انا ما حققتش اي حاجه، او انا ما جربتش بايدي، ما خدتش منتج وبدات اطبق عليه الكلام ده عشان احقق نتائج عشان ساعتها اقول ان انا وصلت. لا، هو انت المفروض تعمل بقى ايه؟ توصل للنتيجه نفسها، مش المفروض ان انت تشتغل، مش المفروض ان انت بس تمشي في البروسس. وبعد ما مشيت في البروسس تمام زي الفل، انا يا جماعه وصلت، انا عملت مش عارف ايه. طب فين النتيجه؟ انت وصلت لفين؟ لازم أن توصل لنتيجه، وبناء على ده خلاص انت تبتدي تحقق الامور بالنسبه لك، او تبتدي ان انت توصل للنتيجه اللي انت مترجتها، او النتيجه اللي انت محتاج تشتغل عليها، تمام. فضروري جدا جدا جدا، انا يهمني اهم من البلان بتاعه السنه والبلان بتاعه الشهر والبلان بتاعه الاسبوع، دول عاديين جدا جدا، محتاجين بس عصف ذهني بالنسبه لك كويس. لكن المهمني ان انت تبني البلان بتاعه اليوم، دي اهم نقطه، وتبي تحاول تستمر، يعني تحاول ان انت تسعى ان انت تستمر، تمام. لان موضوع ان انت تستمر ده اصعب ما في الرحله كلها، مش بس ان انت تمشي. وحقيقي حقيقي هو ده اللي انا بعمله، يعني انا بتكلم في الموضوع ده، مش ان انا بديك معلومه والسلام، لا بالعكس. انت لما تنجح في حاجه ويبقى وغيرك ينجح فيها، فدي بتبقى حاجه يعني نتيجتها افضل من ان انت تنجح. انت نجحت بس عادي، كل الناس بتنجح في كل حاجه، انما انت تخلي غيرك ينجح، مش كل الناس بتخلي غيرها ينجح. فعلا انا دي النوت بتاعتي، ودي اللي انا ماشي عليها بقالي سنتين ثلاثه. ولو رجعنا كان في لايف في اول السنه اللي فاتت شرحت نفس الموضوع ده، بس مش باستفاضه كده، ومش بالديتيلز اللي من النوت بتاعتي كده، لكن شرحت الموضوع ده برضو. ف موضوع بيجيب نتيجة، لكن انت التزم الورقة والقلم بتوعك. الورقة والقلم بتوعك دول اهم حاجة. مع الوقت هتحس النوت بتاعتك بقت جزء منك، هتلاقيها بعد ما هي كانت جديدة بشوكها، لا حسيت ان هي مهرولة، بس كل ما تهرول منك، كل ما يبقى انت بتبذل فيها مجهود، كل ما انت هتحبها اكتر، كل ما انت هتشتغل عليها بشكل كبير، وهتلاقي نفسك لا انت حسيت ان في اهميه، انت بتعمل حاجه عظيمه وانت بتوصل لنقطه عظيمه من اليوم بتاعك. انت هتيجي اخر اليوم هتحس بقيمه نفسك، صدقني الموضوع، هتحس ان انت عندك قيمه عايش فيها. يعني انت عندك، انا عايش لاوبجيكتيف معين، انا عندي بلان بمشي عليها، انا عندي الامور بتاعتي او الشغل بتاعي ماشي عليها. ساعات كان زمان لما كنت اتكلم مع حد اقول له هنعمل كذا، يقول لي لا انا عندي بلان ماشي عليها. كنت اقول له ان احنا رايحين يعني عادي، ايه المشكله يعني؟ لا بس فعلا عرفت بعد كده قيمه الكلمه دي، لا انا عندي بلان ماشي عليها. فانت امشي بالبلان بتاعتك، اعمل على كنترول زي ما انت عايز، وابديت فيها زي ما انت عايز، بس لازم تبقى انت ماشي على وجهه محدده ورايح في رايح لبلان معينه، او رايح يعني رايح لاوبجكتيف، رايح لاوبجكتيف معينه. فياريت ان احنا نمشي على الجزء ده بحذافيره، يعني نمشي على الجزء ده بحذافيره عشان تقدر توصل للجزء اللي انت محتاجه. تقريبا انا يعني حاولت اوصل لك كل اللي يعني كل اللي اقدر عليه في الجزء ده، ويا ريت لو انت
لو انت محتاج، لو انت بقى يعني هنبتدي كده نحدد اللي عنده سؤال، او لو حد عنده سؤال معين محتاج ان هو يسأله، ممكن نبتدي نفتح المايك كده واللي عنده سؤال يسأل. يعني خلينا هنا نشوف كده لو في حد عنده سؤال. خلينا كده نشوف. طب حاجات شبه كده بقت تحس، بس هنحتاج كل سنة نجدد معلومات. طبعا كل سنة انت هتحتاج ان انت تطبق اللي انت اتعلمته، وتطبق الحاجات اللي انت يعني الحاجات دي انت مع الوقت هتبتدي تكستمايزيشن، هتبتدي ان انت تكستمايزيشن الشغل بتاعك بناء على هتبتدي تكستمايزيشن البلان بتاعتك بناء على الاهداف بتاعتك. انا هل انا السنه دي شغال تمام ولا لا؟ هل انا بالنسبه لي ده فير ان انا محقق البلان والتارجت بتاعتي ولا لا؟ هل انا بالنسبه لي الامور ماشيه بشكل مظبوط ولا لا؟ ف لا، انت فعلا مع الوقت المفروض ان انت هتشتغل على ده، او مع الوقت ان انت هتشتغل على ده وتحقق ده بشكل كبير. طيب خلينا كده نشوف، يعني تشيك معايا كده، او الناس تشيك معايا ان المايك مفتوح بس، او ان انتوا اوريدي قادرين ان انتوا يعني اللي عنده سؤال يسأل. هو كده المايك مفتوح. طيب خلينا نشوف ايه كل المايكات، مين ممكن نرفع، يعني نرفع ايدينا بقى. روان، خلينا بس تمام، أنا عندي سؤال. الأسئلة في إطار الموضوع، وبعد كده نخرج للأسئلة اللي بره إطار نفس البوينت. فقول يا روان معاك. خلاص استنى لا لا، خلاص تمام. خلاص، مادام بدأتي يعني قولي، وبعد كده نكمل حياتي. لا، اسألي وبعد كده نرجع تاني. تمام، هو بالنسبة للبيزنس، يعني أنا كنت عايزة أفتح بيزنس خاص هيكون إدارة كورسات، يعني هيكون عبارة عن كورسز، يعني الكورسز دي أنا اللي هعملها وليها تكنيكس معينة، وأنا شغالة في الموضوع ده ومتعمقة في المجال يعني. بس هي الفكرة إن أنا لو أنا عايزة أفتح البيزنس دوت، هو في البداية هيكون أكيد بيزنس صغير. إيه الكورسز اللي المفروض أخدها في المجالات المختلفة بقى، وإيه المجالات اللي المفروض أدرسها عشان يكون البيزنس ناجح من ناحية الإدارة، ومن ناحية إن المكان يكون واقف على أرض صلبة كده. هو هيكون اونلاين مش اوفلاين، فالجانب ده مش هيشتغل فيه يعني. طيب هقول لك على حاجة، خليني أقول لك على كام نقطة كده، ولو فيهم حاجة سقطت مني قولي لي في الآخر، إن أنا في حتة معينة محتاجة فيها توضيح أكتر. تمام. الأول، زمان كنا بنعمل إيه؟ كنا بنجيب ورقة وقلم ونعمل البلان ونمشي عليها. تمام. وبعد ما بنمشي على البلان نبتدي نإدت لحد ما نوصل. دلوقتي الموضوع بقى ماشي العكس. بقى ماشي العكس إزاي؟ بنرمي نفسنا جوه البروجكت بناءً على أوبجيكتيفز معينة أو أهداف معينة إحنا حاطينها، وبزنس موديل كانفاس كده بسيطة بتحدد اطار المشروع، وببتدي ان انا اجري في المشروع قوي، وابتدي ان انا اطلع كل خبايا المشروع بكل مشاكله، وبناء على ده ببتدي اطور من نفسي ومن البروجكت ومن التيم والمصاريف، كل حاجه بناء على احتياجات المشروع. بمعنى انا من وجهه نظري انت مش محتاجه حاجه دلوقتي اكتر من اشتراك في زوم، والماتيريال اللي المفروض ان انت هتديها، او المحاضرين اللي هم عندهم ثقل وعندهم ماده علميه يدوها، وبس. انا من وجهه نظري انت مش محتاج اكتر من كده، وابتدي في الموضوع على هذا السكيل. بعد السكيل ده ابتدي اعملي ابديت في السكيل دي لحد ما توصلي للبيست موديل. يعني هديكي مثال، ماركتنج مينتور لما جينا ابتدينا فيها على سيرفيس واحده، والسيرفيس الواحده دي انا بس اللي كنت بديها، ولما انا بس كنت بديها كنت بشتغل بالورقه والقلم بس، وكنت بشتغل على بالظبط، جوجل هي ميت. حاجة هتكون زي كده. ايه بالظبط، هي حاجة هتكون زي كده. اه بالظبط، وكنت بشتغل على جوجل ميت اللي هو الفري اللي ما كانش فيه اي حاجه ولا مدفوع ولا اي حاجه، وكنت بشتغل على الموضوع ده الون لوحدي، لان انا عندي فكره معينه وتجربه معينه انا مريت بيها عايز اطورها واشتغل عليها. ما جبتش بقى بلان، مع ان انا فاهم في بلان، بس الوضع كان العكس، كان لازم ان انا انزل في الارض واشوف الدنيا فيها ايه، وهل ده هيتناسب مع الناس ولا لا. الموضوع فشل في الاول، وبعد كده بدا يدي نجاح بسيط، بعد كده بدا يدي نجاح اكبر بشويه، فبقيت ابتدي ان انا محتاج اعين حد، بدات اعين حد بالقطعه، او زي اللي هو انا محتاج
جوب معين فبيعملها لي وخلاص. بدأت بعد كده ان انا اعلي الموضوع وابتدي دلوقتي لحد ما لا اكتشفت بقى حاجات في السوق، اصلا السوق ودهاني انا ما كنتش متخيل ان انا هوصل للحتة دي، او ده ما كانش في بالي اصلا ان انا اعمل السيرفيس دي لحد مثلا دلوقتي. لا 8 خدمات انا ما كانش في دماغي ساعتها ان انا هيبقى عندي 8 خدمات اصلا، ولا كان حاطط في دماغي 8 خدمات. الفكرة كلها ان انا محتاج ادي للناس حاجه تتعلمها براكتيكال، ويبقى في منتور يقول لها الطريق ايه. ده دي كانت الفكره اللي انا كنت ماشي بيها والموضوع بس. طيب هل انا لو ساعتها حطيت بلان لا السوق، خلي السوق هو اللي يسوقك للابديتس، لكن ما تخليهوش يوديك في حته انت مش هو ده الاوبجيكتيف بتاعتك. لا لازم يكون في اطار الاوبجيكتيف اللي انا حطيته، يعني حط اوبجيكتيف وامشي وراه، وسيب السوق هو اللي يعلمك يقول لك انت محتاج ايه. بمعنى احنا مثلا كنت انا حاطط مثلا السنه اللي فاتت، لو انت متابعه معانا من الاول هنا، كنت بقول ان احنا محتاجين نعمل دوكمنت لكل البروسيس والخطوات اللي بتحصل في الشركه. طب ما انا دي حاجه اصلا المفروض ان هي بتتعمل وبتتعمل في تاسيس الشركات، بس انا ساعتها ما عملتهاش لان انا ما كنتش محتاجه وما كنتش عايز اعملها بالطريقه، او ما كانش ده وقته ان انا اعملها بالطريقه دي. بس جه وقت لا انا عايز اعملها، اللي جاي يعملها معايا او اللي شغال معايا وجي بينفذها هو عمره ما عملها قبل كده، بس انا قلت له بتتعمل ازاي وبدا ان هو يعملها ويطبقها وهكذا. فلا في ده عمل ابديت في الموضوع بشكل كبير وهكذا. فكل اللي انت محتاجاه شوف السكيل اللي انت هتبتدي عليه دلوقتي، وبناء على ده ابتدي وسعي في السكيل ستيب باي ستيب بناء على قدراتك ومهاراتك. انا ممكن دلوقتي اجي اقول لك ايه، روحي ادرسي بزنس ادمنستريشن ويعرفي التسعير ازاي وهكذا. كل ده بل بالعكس هيعقد لك الموضوع، مش هيوصل، بل بالعكس هتلاقي نفسك بتوصلي في حاجات انت مش محتاجاها اصلا، او انت مش عايزه، او ده مش اللي انت المفروض تشتغلي عليه، او مش ده اللي انت محتاجاه. شوفي السكيل اللي انت شغال عليه كملي فيه عادي جدا، وهتلاقي السوق هو اللي بياخدك ويعمل معاك السكيلنج على حسب الماركت شير اللي انت المفروض تروحيه. تمام؟ از بزنس بقى والله انا دلوقتي بقى يواجهني مشكله في موضوع التسعير، يعني انا الاسعار بتاعتي مش مظبوطه، فهعمل ايه؟ لا كده انا محتاج ابص على التسعير، اروح اشوف التسعير ده بيعملوا فيه ايه وابتدي اتعلمه، وبراكتيكال هيعلمك اكتر. طب انا دلوقتي المفروض السيرفيس او الخدمه، الناس بدات تاخد الحاجه بتاعتي وتنقلها من غير استئذاني، فانا لا ده حاجه يبقى انا لازم احافظ على الماتيريال بتاعت البيزنس، احط عليها ووتر مارك، اعملها ببروجرام معين وهكذا. بسيب الماركت ياخدك وعدلي في البزنس موديل، البزنس موديل بتاعك لحد ما توصلي لاحسن مديول هو خاص بيك انت بس، وتقضيتي عليه بس، وطوري في نفسك كتير جدا 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 بناء على الحاجات اللي انت محتاجاها او الحاجات اللي انت عايزاها. لذلك لما بيجي حد يقول انا عايز ادرس ام بي اي، لا هو ما ينفعش تاخد ام بي اي دايركت كده، اتمرمط في السوق شويه 5 6 سنين، لما هتيجي تاخد الام بي اي هتلاقي ايه؟ هتلاقي الكلام اللي بيتشرح لك على السبوره، ايه ده فعلا حصل معايا، ده فعلا. فانت مفهومك هيبقى اعلى مليون مره، لو اتقال لك 100 معلومه لا انت هتفهم منهم 90 على الاقل. انما لو انت رايح بتسمع كلام براكتيكال، حاجه اقول لك مثلا اعملي سو ستاك واعملي سوات اناليسيز ومش عارف ايه، انت هتبقي هو كلام اكاديمي بحت، انا مش فاهم اي حاجه ومش هيفيدني في اي حاجه. انما لما اجي اقول لك السو ستاك لا انا ممكن اعمل كذا، ممكن اطبق كذا، هتلاقي نفسك عندك حتى يعني عندك المعلومه اللي تطبقي بيها، يعني عندي الباك جراوند اللي اقدر ايه اطبق بيها، واقدر ان انا احط بدائل اقدر وهكذا. تمام؟ فعلا حضرتك، لان انا كنت فعلا ماشيه في الموضوع دوت، ان انا المفروض هاخد كورسز انتربرينورشيب وهاو تو لا بيلد لا 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 كومباني لا كده، وكده لقيت الموضوع بيوسع. ايوه الموضوع يسع، او في حاجات انت مش محتاجاها، في حين ان انت ممكن عبال ما تابديتي اصلا الموديل نفسه تلاقيه الموديل مش نافع، او تلاقي الموديل نافع بس مش على الانفايرمنت دي، او تلاقي الموديل ده نافع بس اللي انت درستيه مش محتاجاه دلوقتي، انت محتاجاه كمان 5 سنين وهيكون حصل عليه ابديتس وحصل عليه بلاوي، فانت اوريدي ضيعت وقت ومجهود وفلوس في الموضوع. احنا عندنا الاسبوع اللي قبل اللي فات كان عندنا بروجكت هو فكرته جديده جدا وما اتعملش قبل كده، وعملنا سيرش وكل حاجه. اول حاجه بدانا نعمل فيها ايه؟ قعدنا بصينا على البيزنس موديل ده بيقول ايه، او الفكره نفسها بتقول ايه، ويلا ننفذ. بعد التنفيذ واحنا لا لقينا في حاجات كتير جدا مع الوقت بتوسع، حاجات كتير بتبان، لا في حاجات لو وهكذا. فهي
لا احنا محتاجين حد تاني، احنا مش محتاجين ديفلوبر واحد، ده احنا محتاجين ناس تانية، لان وهكذا. طب احنا لو كنا حطينا بلان كنا ايه؟ كنا قلنا ان احنا بس معانا الشخص الديفلوبر ده وهيظبط الدنيا. لا الموضوع مش كده بقى، سيب السوق هو اللي ياخدك يوديكي على حسب الحته اللي انت محتاجه تطوري نفسك فيها. بس شطارتك ما تستنيش. يعني انا لقيت نفسي في عندي مشكله في التسعير، في عندي مشكله مثلا في الحسابات، تمام، لا ما انا مش هستنى ان انا تحصل عندي مشكله حتى ما انا ببقى بخسر وانا مش عارف ان انا بخسر. لا اشوف بقى هنا، ده بقى اللي انا محتاج ادرسه فعلا، ده اللي انا محتاج حد يساعدني فيه، تمام. تمام، ميرسي جدا. لا مين تاني بقى؟ بس عنده، لو عنده سؤال في نفس التوبيك وبعد كده نخرج بقى للتوبكس التانية. يعني حد عنده سؤال في نفس التوبيك؟ مساء الخير. لا لا ماشي تمام اوكي. لا اتفضل. تمام لا لا خلاص اتفضل اتفضل. اوكي. انا عندي مشكله في التوبيك اللي كنا بنتكلم فيه، انه انا دايما طول ما انا بحط وقت انا في مرحله الليرنينج دلوقتي، يعني بذاكر كورسز وكده، لسه متخرجه، فمن وقت ما اتخرجت وانا بذاكر، بس ما عنديش شغل وما عنديش اي حاجه، فطول الوقت بذاكر. المشكله ان انا لما بحط وقت لوقت معين اللي انا بذاكره في حاجه معينه، في موضوع معين، بلاقي انه دايما بيفرد مني، ما دايما ما بيخلصش في الوقت اللي انا محدده له. فاي حاجه انا بحطها از تاسكس عليا في الوقت الفلاني طول اليوم، ما بتمشيش صح. فعندي سوء تقييم للوقت على حسب الحاجة اللي أنا بذاكر لها، لأن أغلبها بيبقى جديد ومش عارفة أقيم لها وقت صح إزاي. وفي ممكن ساعة أذاكرها في ساعتين ونص علشان بكتب كل حاجة وأذاكرها بعدين، فمبقاش عارفة أظبط الحتة دي إزاي بصراحة. تاني حاجة، كتر المصادر اللي أنا بقابلها نفس الحاجة بتشتتني قوي، و يعني اللي هو اروح ابص من هنا فيديو ومن الشانل الثانية فيديو من الكورس الفلاني، لما الاقي حد رشحه اروح بادئه، فبلاقي ان انا يعني مش بمسك الحاجة مرة واحدة واخلصها. طيب خلينا ناخد اول مشكله ونروح لتاني، يعني مش هنقول عليها مشكله، هنقول عليها مصيبه. يعني خلينا ناخد اول مشكله ونروح لتاني مصيبه، عشان تاني مصيبه دي مهمه جدا وفي ناس كتير يعني بتقع فيها. اول مشكله، احنا عندك حاجتين، ادي كل حاجه انت بتشتغل عليها نص ساعه زياده ونص ساعه فرق ما بين كل حاجه وحاجه. بمعنى انا مثلا لما بيكون عندي ميتنج، عمر الميتنج ما بيخلص في ميعاده، لازم لو انا مع حد لازم يقعد، يعني الوقت يفرط مننا. فبقى الاصل في الموضوع ان في دايما ما بين كل ميتنج والتاني، او ما بين كل مثلا منتورنج والتاني، لازم يكون في على الاقل من نص ساعه لساعه فرق، على حسب الشخصيه اللي داخله معايا. انا عارف انه ده بيسال كتير، بيفرط كتير، بيطول، مش عارف ايه وهكذا، فلازم يكون في ساعه لنص ساعه فرق، لان انا مش ضامن ايه اللي بيحصل. تمام، دي اول نقطه. تاني نقطة، ببتدي ان انا اكنترول نص ساعة زيادة غير السبيس اللي انا سايبه، غير السبيس اللي انا سايبه. رابع نقطة، انت اشتغلي بالتوبيك، ما تشتغليش بموضوع. يعني مثلا انا المفروض هبص على الماركت ريسيرش، انا ما تاخديش الماركت ريسيرش كله مع بعضه، خدي ستيب باي ستيب. يعني خدي مثلا الجزء بتاع الماركت ريسيرش اوبجكتيف والتولز، وسيبي الباقي لوقت تاني وهكذا. قللي في الوقت، او قللي، سوري مش الوقت، قللي في التوبكس اللي انت بتاخديها. وي اي ثينك ان اللي بيعمل معاكي كده اصلا المصيبه الثانيه مش الاولانيه، ان انت بتلاقي نفسك فتحت كل الورق، فاوريدي انت ضيعت الوقت في كل الورق، وفي الاخر ما وصلتيش للورقه اللي انت محتاجاها. تمام، طيب دي اول سؤال. تاني سؤال او النقطه الثانيه، هقول لك انا كنت بعمل ايه. انا كنت بجيب كل المصادر دي واجمعها مع بعض. تمام، لما كنت بذاكر او بشتغل من ريسورسز، بجمع المصادر دي مع بعض. انا كنت بعمل ايه؟ كنت بدخل على جوجل واروح كاتب مثلا ماركت ريسيرش، واكتب جنبها ايه، بي دي اف، وابتدي اخد كل البي دي اف اللي في جوجل في الصفحه الاولانيه واحطهم مع بعض. بعد كده اروح جايب مثلا ماركت ريسيرش كورسز، وابتدي اشوف كل الكورسز بتقول ايه. تمام، بعد كده كنت بعمل كده واحط كل دول مع بعض، وابتدي ان انا اذاكر واحده واحده. تمام، علشان انا محتاج الم كل اللي في الماركت وافهم كل حاجه. اكتشفت ان ده غلط، هو نصه صح ونصه غلط. النص الاولاني صح،
ان انا ابتدي اشوف كل الريسورسز عندها ايه وبتقول ايه. طيب النقطه الثانيه او الخطوه الثانيه الصح ايه؟ ان انا باخد الدوبليكيت او اللي هم عاملين عليه اجماع، واذاكر من ريسورس واحده بس انا شايف ان انا مرتاح لها وفاهم منها. بمعنى انا دلوقتي شفت ماركتنج منتور عندها توبكس معينه ومنزلاها، حلو، بتتكلم مثلا عن الماركت ريسيرش، تمام، وشفت توبك تانية عند ماركتنج منتور اكس حد تاني، تمام، ايه اللي متناسب من الاتنين مع بعض؟ والله الاتنين بيتكلموا ان الماركتنج ريسيرش لازم يكون ليه اوبجيكتيف، خلاص دي معلومه اساسيه مهمه ومش غلط. يعني ايه مش غلط؟ يعني لو حد بيقول حاجه وحد تاني بيقول عكسها انا ما بذاكرهاش ولا بقراها ولا خلاص انا مش ضامن ده صح ولا غلط. فباخد الدوبليكيتد او الحاجات اللي متكرره، وفي نفس الوقت بعمل ايه؟ باخد الاسهل بالنسبه لي واللي انا اقدر اوصل له واللي انا اقدر افهمه واللي انا اقدر اعرف منه، بيسهل لي الموضوع ومديني ريسورس، مديني امثله، واخد دي اذاكرها، الباقي كله بركنه، الباقي كله بحطه في الدرافت اروح له بعدين اوصله بعدين وهكذا، وباخد بس حته معينه وما برجعش للباقي ده ابدا. بس انا خدت حته معينه ذاكرت منها وفهمت منها، خلاص انا مش لازم ارجع للباقي كله، مش لازم اذاكره كله، مش لازم اذاكر من كل المصادر، مش لازم اذاكر من كل حاجه. تمام، الموضوع ده اصلا او السيلف ستادي هو صعب، تمام، بس هو اكتر طريقه بتثبت المعلومه، اكتر طريقه بتثبت المعلومه هو الجزء ده، ان انا اذاكر سيلف ستادي او ان انا ابقى بذاكر سيلف ستادي بس في حد بيفولو اب معايا. حاولي بقى الخطوه اللي بعد كده ان انت تخلي حد يتابع معاكي، هل انا اذاكر ده هو ده الماركت ريسيرش، اذاكر ده هبقى تمام، او انا لما اذاكر ده هيحطني على اول الطريق على الاقل، ولا لازم حد يكون عنده نوليدج عشان يوفر عليك وقت ومجهود بناء على هو هالشيء. انا عملت كده، انا اصلا اشتركت في البروجرام بتاع حضرتك على ماركت منتور اللي هو الدبلومه اللي هي الكامله دي من شهر ونص تقريبا. بس رحت اذاكر الحاجات اللي على اليوتيوب الاول. انا خلصت اول يعني اول الحاجات اللي هي الديجيتال استراتيجي والكونتنت، دول خلصتهم. بس بعد كده بصراحة لسه ما عملتش التاسكس اللي المفروض ابعتها علشان يدوني يعني اكسس ان انا يبعتولي بقية الحاجات. لازم تطبقي عشان حد يقول لك انت صح ولا غلط، هل انت بتطبقي يعني انت ماشيه صح ولا غلط، يعني انت جيتي عند الحته اللي هي المهمه ما عملتهاش. ما انا اصلا بصراحة السبب في ده ان انا ايه لما جيت اطبق انا لقيتني حاسة ان انا علشان مثلا اعمل اي حاجه من التاسكس المطلوبه انا ما عنديش انفورميشن عن زي اكن البريف يعني اللي بناخده عن البراند او اي حاجه علشان احطها في يعني واستخدمها اعمل منها بقى هنا استراتيجي او المفروض منها. انت تبعتي ميل يا جماعة انا عندي مشكلة 1 2 3 ولازم الكواليتي يحلها. ما انا قلت بقى بصراحه اليوتيوب يعني بتاع حضرتك تحفه وكنز حرفيا. انا الحاجة الوحيدة اللي المشكلة اللي بتقابلني ان انا من كتر ما انا عايزة اذاكر كل حاجة بقيت امسك كل بلاي ليست اللي هو الاقي الاي سي او الله تحفة اروح واخدة منه محاضرتين، وبعد كده الكونتنت الاقي يا نهار ابيض لا تعالى بقى نبدأ كونتنت اخد منه محاضرتين، وبعدين الميديا بينج، وبعدين اللي هو من كله اللي هو طب اجيب منين ولا منين، لقياهم كلهم خطيرين بجد تحفة 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 ودسمين جدا، معلومات دسمة قوي. فقلت يمكن لما اخلصهم فلما اجي ارجع للبروجرام تاني فالاقي بقى ان الموضوع بقى احسن وان انا عرفت، وفعلا حاسة ان انا باخد معلومات كتير قوي بس محتاجة اطبق بقى اكتر. طيب حاولي واتكسفت بصراحة ان انا ابعت ميل واقول ان انا مش عارفة يعني اعمل يا ريت فعلا بجد تبعتي ميل، علشان حتى انتوا خلي بالك هما بيعدوا عليكي ديدلاين بس عشان انت ترجمة. تمام. فانت بعتي لهم انا عندي مشكله في كذا او عندي مشكله في الحته دي، هما لازم هيحلوها لك. في اصلا قسم كواليتي كواليتي اصلا كامل علشان القصص دي او علشان الكيسز دي. فانت بعتي ميل يا جماعه انا عندي مشكله في ان انا عندي بروجكت معين عايزه اطبق عليه، او انا عندي بروجكت معين عايزه اشتغل عليه. معانا بنت اسمها اسماء، مش عارف هي معانا ولا لا، هي شاطره جدا جدا بس كان عندها مشكله ان هي مش عارفه تطبق على حاجه. دلوقتي معاها بروجكت بتطبق عليه وماشيه في السيتويشن بشكل كويس، وقدمت التاسك بس اترفض، بس هي بتقدمه تاني وتشتغل عليه تاني وهكذا. لازم ده يحصل، لازم تطبقي، لازم انا ممكن حضرتك
كنت حريص قوي كل يعني سيشن في البروجرام تقول ما تسمعوش وما تطبقوش، كل يعني حاجة لازم تطبق عليها قبل ما تتنقل للحاجة تانية. انا بقى كنت انا كل مرة بسمعها كلها بقول في الاخر بقى اوكي انا فهمت، فاجيب بقى من الاول اطبق لا على اللي انا ما ذاكرته ينفعش. كله. اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ لان هم هتلاقيهم او برضه عشان برضه بقيه الناس تبقى فاهمه، لما تيجي تذاكر حاجه ما ينفعش تذاكرها كلها مع بعض. هو ممكن تلاقيه 10 دقائق بس، ال 10 دقائق دول انا متاكد ان انت هتطبقيهم في 3 4 ايام. ايوه بالظبط، هما فعلا يعني حتى الباير بيرسونال اللي هي اقل حاجه واللي هو يعني بشوفها اللي هو اوكي حضرتك بتعملها سهله قوي، بشوفها اوكي انا هعرف اعملها اكيد، اول ما اجي اقفل بقى واجي ابدا انا اللي هو الله يعني تحفه طبقي بصراحه. طبقي اي حد بقى، يعني سواء انت في البروجرام او اي حد من الناس اللي معانا وهو بيطبق بره في اي حته، لازم يطبق ستيب باي ستيب، وحته حته، جزء جزء، خطوه خطوه. لان انا اكيد مش هلم معلومه مثلا من تطبيق 5 6 سنين 7 10 سنين وانت هتطبقيها في نفس اللحظه في نفس الوقت. انا ممكن اكون بقولها بطريقه سهله ان انا حافظ البروسيس خلاص، زي بالظبط كده ايه، انا دلوقتي ماشي على طريق فانا عارف السكه يمين في شمال في فوق فارجع اخش يمين، انا حافظ الطريق فطبيعي هوصله اسرع. فلازم وانت بتمشي ورايا تبصي على الماب، لا ده يمين لا ده شمال لا خشي في الحته دي وهكذا، لازم الموضوع يمشي كده. فانت يعني خلينا نقول ان انت محتاجه تحددي حته معينه تشتغل عليها، وعلى فكره الديجيتال اللي معاكي هو هياخد كل الخطوات دي. فانت لو انت في الاستراتيجي وخلاص قدمي البرزنتيشن بتاعتها، بعد كده خشي هتلاقي بعدها الكونتنت وبعدها الاي سي او وبعدها وبعدها وبعدها، خدي ستيب باي ستيب وهتلاقي وتابعي. يعني ما تسقطيش المهام، اهم حاجه تطبقي وطبقي في حته حته، يعني طبقي كل جزء لوحده. اوكي طب اخر سؤال معلش يا جماعه انا اسفه. وانا بذاكر في اليوتيوب بتاع حضرتك، لما اجي امسك بلاي ليست المفروض اخلصها ولا ممكن امسك كذا حاجه بالتوازي يعني ولا يا حاجه ما تشتتيش نفسك، ما تشتتيش لا؟ نفسك. ما انا مقطوعش انا هقول لك على حاجه. البلاي ليست او كل توبيك من دول مبني على سنين، فانت عمرك ما هتخلصيه في وقت قليل. تمام، احنا من 2018 هنا، فانت واحده واحده، وخدي كل بلاي ليست لوحدها. ما ينفعش تجمعي ما بين الميديا باينج والكونتنت والاي سي او والديجيتال والبيزنس، كل ده يعني بلاي ليست كتيره. انت عشان تشتغلي على البلاي ليست دي كلها مع بعض هيبقى صعب. لا يعني لا، خدي ستيب باي ستيب وتابعي في البروجرام على حسب البلاي ليست اللي انت بتشتغل عليها، ما تشتغليش كله مع بعض، انت كده بتشتتي نفسك اصلا. يعني لا ما تعمليش كده ابدا، خدي ستيب باي ستيب ستيب باي ستيب جوه توبيك معين. تمام اوكي تمام، مرسي مستر محمود. العفو. اوكي، حد تاني عنده سؤال في نفس التوبيك ولا نخرج بقى لتوبيكس تانية بقى ونفتح فيها؟ أنا عندي سؤال في التوبيك وبعد كده نترك لحاجة تانية تمام ممكن أسأل فيها. تمام أوكي، أنا عندي مشكلة كبيرة الصراحة. أنا دخلت كذا سيشن مع حضرتك كنت بتكلم فيه وميت أب كذا واحد، يعني الصراحة أنا بستفاد جدا 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 وبنتظر من كل جمعة الجمعة عشان أسمع حضرتك. ربنا يحفظك والله تنزل. ربنا يخلي حضرتك. دلوقتي انا موظف، اوكي، ووقتي كله وعامل براند صغير كده اونلاين، اوكي، وبقى انا اللي بعمل الاعلانات، انا شغال ميديا باير لنفسي، وانا اللي بشتري البضاعه، وانا اللي باخد الاوردرات، وانا المودريتورز، وانا اللي يعني بدخل اوردرات شركه شحن، انا كوبريشن وميديا باير كل حاجه يعني، وموظف الصبح. حلو يعني انا مهندس شغال في موقع، شغلي كله استلامات، يعني كله مجرد يعني ممكن اشتغل ساعتين في الموقع مثلا، اوكي، بجانب بقى البروجكت بتاعي اللي انا عامله ده اونلاين بقاله 3 سنين تقريبا، ودي السنه الرابعه، وجرو اب يعني كويس، يعني الجروث بتاعه كويس. المشكله اللي انا خايف ادخل بقى مودريتورز ما يقدرش يأدي الكفاءه اللي انا باجي بيها الاوردرات، او انا مثلا يرد بنفس الطرق اللي انا عاملها، خايف اصرف على البروجكت نفسه.
في الاخر ممكن بروجكت ما يديش نفس اللي كان بيدي دلوقتي، فمش عارف انظم الوقت. وانا في تقريبا ممكن اشتغل 20 ساعه في اليوم، يعني فعلا ممكن انام 4 5 ساعات، وعلى طول في ببقى عايز انظم مثلا حاجات بوستات. بقعد مثلا يوم في الاسبوع اعمل بلان لكل البوستات اللي هتنزل طول الاسبوع، اشوف الاعلانات الكامبين اللي انا اقدر اشتغل عليها، انظمها، اشوف انا مثلا لو الاسبوع ده ممكن انا دلوقتي مثلا عايز اعمل كامبين جديده، فمرهق لان انا فعلا مش قادر، ان عندي كميه اوردرات عايز اقعد اقفلها واقعد اتابع الاوبريشن بتاعها واشوف واشوف الحاجه اللي لسه ما اتسلمتش، واتابع هل الحاجات دي اتسلمت، طب الشحن في مشكله، طب في مشاكل، طب في منتجات انا عايز اشتريها. معايا ناس بتشتري الحاجه، يعني انا بكلفهم لو هم ينزلوا يشتروا الحاجه، لان انا طبعا ما مش فاضي ان انا انزل اشتري، يعني انا بديهم ليست، بتعامل مع تجار بشتري كراتين، فهو بينزل يشتري ياخد البضاعه وينقلها لي في المخزن اللي انا واخده، انا واخد مخزن، فعندي عدم تنسيق في الوقت كله. ف يعني ممكن تقدر تساعدني؟ اه فهمت. بص هقول لك على حاجه. مبدئيا ده لود، تمام، بس ده لابد منه ولازم أن يحصل، وطبيعي بيحصل لاسباب. اول سبب منهم ان لازم تكون انت حضرتك فاهم كل السيركل بتاعه البيزنس، وفاهم الفانل بتاعه البيزنس اوفرول، عشان لما يجي حد تعرف تسلمه كويس، تمام. دي اول نقطه، فده طبيعي بيحصل، واي حد بيفتح بروجكت حتى لو هو مش شغال في حته تانيه فلا بيحصل مع نفس القصه. ده اولا. ثانيا، انت خايف تجيب حد علشان مش عارف هيعمل نفس اللي بتعمله. لا، تثق تماما انه مش هيعمل نفس اللي انت بتعمله مهما هو كان مين، تمام. يعني عمر ما حد يكون كير على البيزنس بتاعك زي ما يكون حد جاي، حتى لو كان هو مين، حتى لو كان هو مين. ودي انا بقولها عن ثقه وتجارب، يعني ربنا ما يوريك، تمام. ايا كان هو مين، ليه؟ لان مش كل الناس هتكون عندها الكونسبت بتاع ان انا هنام 4 ساعات عشان عندي حاجات عايز اسلمها. مش هيبقى كير على ده خالص اطلاقا، مش هيبقى كير على ده حتى لو هو شريك. يعني حتى لو هو، يعني انت جبت حد وقلت له خش معايا برسنتج، برضه هيبقى نفس القصه، لان هو مش نفس المينتاليتي بتاعتك في الجزئيه دي. فلما تجيب حد حاول تجيبه في الحته اللي انت قادر تكفر فيها بشكل من بعيد، وتسلمه هاند اوفر ستيب باي ستيب، ما تسلموش كل حاجه. يعني مش هينفع تسلمه المودريشن، لان المودريشن ده اللي بيحقق السيلز معاك دلوقتي، ومش هينفع تمام تسلمه الميديا صح باينج لان دي سكيورد. فانت قسم الشغلانه اجزاء، وابتدي دخل معاه حد في اضعف جزئيه، وعلى حسب الاداء بتاعه والاتيتيود قبل الاداء، الاتيتيود بتاعته وامانته، ابتدي ان انت تعلي معاه السكيل. وبناء على ده هتعلم معاه السكيل امتى؟ بعدها مينيموم مينيموم على الاقل، على الاقل، وبتبقى بتجازف 6 شهور على الاقل مينيموم. يعني ممكن تدخله معاك يعني في حته ايه، ان هو يسلم الاوردرات، تمام. لازم أن يكون كير على ده. حد من الناس كنت قاعد معاه في مره، وكان كان بيكلم حد المفروض ان هو بيسلم اوردرات، فقال له ايه؟ قال له نفس الموقف كده بالظبط، قال له صور الاوردرات قبل ما تبعتها للناس عشان نبقى ننزل الصور بتاعت الاوردرات على السوشيال ميديا وهكذا. قال له تمام ماشي. راح مصور الاوردرات وقال له صورته، قال له اه تمام ماشي، وسلمتها خلاص وزمانها في الطريق. جه بعد كده بعدها بشويه بيبعت له صور التصوير، هو مصور الاوردرات جوه الكيس، تمام. يعني والكيس ايوه من مقفول، فاللي هو يعني طب انا دلوقتي هعرض ايه؟ هعرض اكياس مقفوله في شنط؟ طب ما هي الناس، انا ايوه صح بقول لك اعرض المنتجات نفسها وافردها، علشان انا بعمل كده. يعني هو قال لي انا بعمل كده لما بقى بفك الحاجه وافردها، وبعد كده اقعد اطبقها واعملها تاني. هو عنده صبر يعمل ده، انما انا مش هقول لا تك 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 صور الحاجه وراح منزلها وخلاص. كان متنرفز جدا، ده طبيعي، ده طبيعي، ما تستناش. بس لازم تكون بتعمل فولو اب بشكل كويس، تقدر تعمل فولو اب على كل ستيب لحد ما تلاقي اللي قدامك بيعمل ايه. هتلاقي في مؤشرات كده زي ايه بالظبط، زي ما تلاقي في حاجه غلطه ويقول لك خلي بالك ده دي فيها غلطه، استنى ده احنا هنعملها كذا، وانت ما تبقاش واخد بالك. فهنا تبتدي تفهم ان هو كير على البيزنس، هو حد هنا امين في الشغل، فتبتدي ان انت تديله مساحه اكتر. وبرضه لما تفتح له المساحه ما تفتحلوش اكتر. حاجه كمان بقى، والنقطه اللي بعد كده، لازم تكون باصص، ودي حاجه من الحاجات اللي كنت مستغرب لها زمان بس دلوقتي انا يعني كير فيها وفعلا بتفرق، على السوشيال اتيتيود بتاعه المستقبلي. بمعنى يعني لو معاك حد هو قدامه سنه وداخل الجيش،
معاك حد هو قدامه او بنت مثلا قدامها شويه وداخله على حياه اجتماعيه تانيه في حته تانيه، جواز ايا كان بقى الوضع، هنا ال 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 الاهتمام هيختلف، فلازم تكون انت كبير على ده وشايف ده. فالموضوع هيتنقل من عندك، من ان انت بتشتغل هارد وورك، لا ان انت بتبتدي تديله ستيب باي ستيب. عندنا حاجه كده في البيزنس في ناس مش بتحبها، بس هي موجوده، ولو عملت عليها سيرش هتلاقيها، اسمها الدونكي وورك. تمام، الدونكي وورك ده اللي هو ايه؟ شوف الحاجات اللي بتحتاج جري قوي ومجهود، هي هارد اكتر، تمام، وسلمها لحد يعملها مكانك، هي ما تاثرش على البيزنس بشكل كبير وتقدر تلحقها. اللي هينجح في الدونكي وورك دخله بقى معاك بعد كده، وابتدي ان انت وصله للسكيل. اللي مش هينجح خلاص وقفه او ضيعه. خلاص يعني انت هو في الحته دي تمام، خلاص اوكي زي الفل وهكذا. ولما بعد كده حاول بقى ان انت ايه اسكيل البيزنس، ما تخافش. يعني بص اقول لك على حاجه، البيزنس انا نفسه، خايف الصراحة من لا السكيل لا 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 بيزنس الصراحة، بص اقول خايف لك على جدا، حاجه، اقول لك على حاجه، اقول لك على حاجه، خايف البروفيت مارجن بتاعي هيقل بص وخلاص. هيقل هيقل بص هيقل، عشان بس نبقى صراحه مع بعض وصادقين، هيقل هيقل عشان تبقى عارف. انا في فتره جت عليا في الشركه كنت انا الوحيد اقل مرتب في الشركه، شركتي. ده اللي انا خايف منه. لا لا ما انا بقول لك اهو، انا جت عليا فتره وستيل على فكره، وانا بقولها لك والدنيا لايف والريكورد مش عارف ايه، لا انا فعلا انا بقبض في مرتب، في ناس معايا في الشركه بتاخد مرتبات اعلى مني، بس اتس اوكي. انا بالنسبه لي راضي، ما عنديش اي مشكله ما دام الناس بتكسب وانا البيزنس بتاعي ناجح وكذا، لان انا عندي مين اوبجيكتيف اهم من ان انا اكسب، تمام، او ان انا يكون دخل كبير وهكذا والقصص دي كلها، انا ما عنديش مشكله في ده، لان انت عندك مين اوبجيكتيف معين وهو عنده اوبجيكتيف معينه. انا بالنسبه لي الكابيتال بيكبر، فانا بالنسبه لي ما عنديش مشكله، هو ما عندوش كابيتال بيكبر، تمام، فطبيعي ان انت هتنزل، طبيعي ان انت هيجي عليك اوقات وتدفع من جيبك، طبيعي طبيعي. انا كان بيجي عليا اوقات بدفع من جيبي الخاص، انا لما بيحصل حاجه في الشركه وانا اللي غلطان فيها، انا بدفع غرامه، بدفع الخصم من جيبي، بيتخصم لي في الشركه عادي جدا زي حد. في ناس ساعات بتبقى مفكره اللي هو انا لما هكلم محمود هيظبط لي الدنيا، لا ده محمود هو اللي بيظبطوه في الشركه، يعني بيتخصم، اقسم بالله أي بيتخصم. ليه؟ لان هو ده البيزنس. وفي ناس مش بتبقى فاهمه، بس ده البيزنس فعلا، ده الشغل، ده البيزنس. انا لو اديت بيرميشن على كل حاجه، وبالنسبه لي كل حاجه الدنيا فيها صلاحيات، لا الدنيا مش هتمشي، هتبقى فرن بقى، اي صنايعي يدخل خلط. يعني سي مثلا بكسب 200,000 جنيه مثلا في السنة، اوكي، اما اجي اطلع مثلا مرتبات الاقي نفسي مثلا فين، يعني المارجن بتاعي بروفيت كام مثلا، 20% في 30% في السنة، لما انا كنت انا الميتين دول مثلا لا بعد لا لا مصاريفي متحسبهاش وبعد كده كده ابدا، كنت ما تحسبهاش. اقول لك ليه؟ اقول لك ليه؟ ده انت هتعوضه في سكيل الشغل. يعني انا متأكد ان انا لو انا عملت تيم وحاجة كويسة، انا متاكد على رايي كان في شارك تانك بيتكلموا بيقول لك شوف حجم الكيك هتبقى قد ايه. يعني هو كان فعلا بيتكلم، انت السكيل اللي انت مثلا دلوقتي تكسب 200,000 انت ممكن تكسب بالظبط 600,000 بالظبط بالظبط. فعلا. هقول لك على حاجه، لما جيت عملت الموضوع ده، انا قعدت مع الفاينانس وقعدنا نحسبها. انا كمحمود المفروض مثلا بدخل اكس، فالمفروض انا هدخل اتنين، فاللي هياخدوه لازم يجيبوا ضعفه، يا اما يبقى انا ما مدخله، فلازم تبقى محسوبه بالورقه والقلم. انا دلوقتي بدخل مثلا زي ما انت بتقول المفروض مثلا 200,000، تمام، حلو، 200,000. طب انا الناس اللي هديها اللي جايه دي هتاخد كام؟ وبناء على ده احسب المفروض الناس دي تتزود لي كام؟ وممكن تكون الناس دي بتزود لي جزء هو ملوش علاقه بالانكم المادي، ممكن يكون الجزء ليه علاقه بالكواليتي، يعني بدل ما انا ما عنديش وقت اعمل اد واحده، لا انا عندي وقت ان انا اعمل تو ادز، اد دي تكون حقيقة، دي حقيقة فعلا. أنا فعلا بالظبط. فممكن يكون المردود كواليتي، ممكن ما يكونش المردود مادي، ممكن يكون المردود نفسي، انا لا الدنيا هديت شويه وهكذا. فلا بص هقول لك على حاجه، لازم ان يحصل دروب اند داون، دروب اند داون، لحد ما الدنيا تستقر، تبتدي الدنيا تسكيل واحده واحده. فزي ما قلت لك انت استعمل كده استراتيجي ايه، الدونكي وورك كده، اشوف الحاجات اللي هي اوبريشنالي قوي، مش محتاجه تفكير، انت مش محتاج تفكر، انت محتاج تنفذ، ودي الناس اللي هتنفذ على هذا الاساس، تمام، وبناء على ده ابتدي اشتغل. يعني بناء طب على ده ايه رأي حضرتك برضو من ضمن الحاجات اللي احنا، اللي انا اخد مكتب بيبقى المخزن ومكتب وحد يبقى اوفلاين موجود برضو؟ بص هقول لك، اللي مش هيدخلك فلوس ما تعملوش،
ما انا بسأل برضه عشان انا اكون يعني انا بقول لك استفدت هو اللي بخبرة مش حضرتك. الفتره دي اللي مش هيدخل لك فلوس ما تعملوش. والما يعني سوري يعني انا ما اقصدش حضرتك، بس انا اقصد اللي هو ايه، المنظره ما لهاش لازمه، ما مش لازم مخزن ليه؟ ما انا عندي حاجات تمام اوكي، هينفع يجي ياخد الحاجه من البيت، تعالى يا باشا خدها من البيت، انا ليه اتكلف؟ انا فاهم؟ عندي مخزن صغير كده في مكان شعبي يعني، عادي مش هحط تمام، مكان بيجار قليل يعني. عادي مش سكيور وامان وبيأدي الغرض، خلاص حلو جدا. انا ليه يعني ليه يعني ليه مش هستفاد حاجه، فتمام زي الفل. تمام، اسكيل بقى الحته دي كلها لما انا يبقى فعلا محتاج ده، وده اللي بيفرق ما بين بزنس والتاني. في بزنس تمام انا كسبت، يلا افتح وهات واجهه وجدد المحل وبيض، بيض ايه؟ احنا في ايه؟ فما تخلي بالك، انت اعمل سكيل في البيزنس نفسه، فلوس هتدفعها في البياض هتدفعها في بضاعه ثانيه ما دام في ديماند عليك وما دام انت بتطلع اوبريشن كويس. بعد كده يا عم ابقى بيض براحتك لما يبقى في اوفر بروفيت، او انت حققت مثلا يعني في شهور مثلا هتلاقي نفسك حققت ايه الاوفر بادجت مثلا 120%، خلاص يا باشا ممكن ال 20% دي يبقى هديه، هديه مش ليك، هديه للشغل ان احنا هنجدد المكان وهكذا. والبزنس يتعامل على انه فرد منفصل بعيدا عن الشركه، يعني مثلا في المحمود في الشركه في الثلاثه في الكواليتي وفي اثنين في المنت ادفايزر وفي اربعه في السيلز وهكذا، كل الناس دي احنا معانا فرد زياده يا جماعه اسمه الشركه، تمام؟ ده ليه حق بياكل وبيشرب ويصرف وكل حاجه، هي كده لازم تمشي كده. فانت شوف الدونت يورك ايه وابتدي ان انت ابتدي تشتغل عليه، يعني شوف الدونت يورك اللي موجود عندك ايه وابتدي تشتغل عليه، وابتدي يدي الناس الحاجات كده ستيب باي ستيب، وجزء صغير من الكيك كده زي ما انت بتقول، في حته في حته لحد ما تشوف مين اللي يستاهل يبقى واخد معاك جزء كبير يعني. تمام؟ اوكي تمام، اكدوا معايا بس ان الصوت شغال. الصوت شغال عندي وكله تمام. اوكي تمام، طيب مين تاني عنده عنده سؤال؟ يا يسرى ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله، ازيك يا محمود؟ الحمد لله تمام، اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام، انت اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. مبروك على مبروك على الخصم الصحة بتاع الأسبوع ده، ليه؟ مبروك على الخصم بتاع الأسبوع ده. اوكي الله يبارك فيك. بص يا سيدي، ايه رأيك في الاستراتيجية بتاعت باك لينك على ماني روبوت شات سميتر؟ هي متوقع يرفلكت معاكي على ايه؟ الجروس بتاعه هيعمل ايه؟ هيعمل ايه؟ على كل البلاتفورم اللي عندي سواء سوشيال او ويب سايت. بص، هي احيانا بتنجح واحيانا لا، يعني على حسب النيتش. هو نيتش ايه؟ هما كلهم سيرفيس اللي عندنا، برضو كان السيرفيس اللي هي بتاعت امريكا دي. هي نفسها. البروجكت اللي بتاعتنا معانا هما معلقين معايا في اي سي وبلمبر وكار كوليجن وفي عمرة، عمرة وحج بص، و اي ثينك ان موضوع الحاجات اللي داخله في اجزاء ليها علاقه بالامور العربيه بمعنى صح، يعني بحس ان هي مش بتفات فيها، ما بحسش ان هي عملت فرق، ان في حاجه فرقت، ما بحسش ان ده اثر على البيزنس في حاجه يعني، فاهمه؟ لا معلش الصوت كان بيقطع، ما كنتش سامعك كويس. بقول لك بحس ان الحاجات اللي ليها علاقه بالامور العربيه شويه او مش بتفرق فيها، ما بحسش ان هو اثر يعني. انا جربته في حاجه ليها علاقه بالسعوديه، حسيت ان ما فيش حاجه حصلت، ان انا ما استفدتش. طيب هو بص، هو الاستراتيجي اللي هما بعتينها لي او اللي كانت منها فيها اقتراح ليا، انا عندي مواقع ويكي ومنتديات وكده أجنبية،
وفي مواقع السوشيال بوك مارك. تمام. فكان الاقتراح، انا كانت المواقع دي على اساس ان احنا هنعمل عليها بيك لينك، فهم اقترحوا ان احنا نحط المواقع دي على البرنامج وهي تعمل دايركت الباك لينك. هي الفكره في حاجه، ان بص اقول لك على حاجه، انا برضو الاوبجكتيف ايه، هل انا عايز اعمل ترافيك كتير وخلاص، ولا انا محتاج اعمل الكونفرجن؟ لان في فرق، لو انا محتاج اعمل ترافيك كتير وخلاص تمام زي الفل ويافي بالغرض، واي حاجه تافي بالغرض، لو انا محتاج كونفرجن معين فده مش هيبقى صح بالنسبه لي، يعني مش هيديني النتيجه اللي انا محتاجها يعني. طيب هما في ال SEO محتاجين conversion، بس في القسم بتاعنا في السوشيال ميديا محتاجة في حاجة فيه بتجيب لايكس وفولو للبيدجات. بص هقول لك على حاجه، في طرق كتير جدا جدا، بس ده بيعتمد على البيزنس اوبجكتيف. بمعنى في شركه من الشركات كنا شغالين معاها، هو مش بيتارجت سوشيال ميديا اصلا، هو شغله كله ليه علاقه بجوجل اد، كان سي ار ام سيستم وبيخدم على الشركات تمام، وخاصه اللي علاقه بالاتش ار وشغل الاتش ار، هو مش محتاج السوشيال ميديا اصلا، ولا بالنسبه له هي بس منظر وخلاص. فكان المفروض محتاج، ما هي بص، هي ماركت ايجنسي، فهو في اللي حضرتك بتقوله ده ماشي، في ما هقول اوكي، لك، بس هو في كذا يعني في كذا قسم وحاجات زي كده، بس ماشي هو اللي جالي على اساس ان انا منضمة في الاس اي او في السوشيال. ما هقول لك على حاجة، أنا دلوقتي كان الأوبجيكتيف بتاعت الشركة دي إن هي يكون ليها اسم، يعني ليها صورة كويسة، علشان الكلاينتس اللي يخش يلاقي فيه صورة كويسة وفي سوشيال ميديا وهكذا. طب احنا بنتارجت دلوقتي كلاينتس من السوشيال ميديا؟ لا احنا مش بنتارجت أي كلاينتس من السوشيال ميديا، احنا شغلنا كله ليه علاقة بلينكد إن وليه علاقة بجوجل آد، ومش ناويين نشتغل سوشيال ميديا أصلا، وكان في السعودية برضه. فكان بالنسبة لهم فيسبوك بالنسبة لهم هم مجرد منظر وخلاص. فأنا كمحمود يعني اتكلمت ان لا، انا ليه اصرف فلوس بيج لايك وانجيجمنت والكلام ده كله على السوشيال ميديا، في حين ان هي انا ببص في الاول في الاخر للكي بي ايز بتاعت البيزنس، انا في الاخر هستفاد ايه كبيزنس تمام؟ يعني فرحتي بناس كتير، بس اوريدي انا كبيزنس مش هستفاد منهم ولا دلوقتي ولا بعدين. فلا انا كان الصح ان انا اشتغل، ويمكن في ناس كتير بتشوف ان ده مش صح، بس انا بشوف الاول والاخر البيزنس هيستفاد ايه. البيزنس في الاخر محتاج صفحه الفيسبوك كواجهه، مش محتاج منها عملاء، ولا محتاج انجيجمنت، ولا الكلام ده كله، ولا حتى محتاج لايك على البوست. فلا يبقى انا هبتدي اشتغل على سيرفرات، ومن السيرفرات دي يبقى انا بالي بيج فيها بيج لايك والامور فيها تمام، خلاص انا بالنسبه لي حياتي تبقى اوبجكتيف. والفلوس بقى اللي انا هصرفها في السوشيال ميديا انجيجمنت والكلام ده كله، اروح اشتغل بيها ليد، اشتغل بيها كامبين سيرش على جوجل، واشتغل بيها على لينكد ان، لان انا عندي مصاريف في لينكد ان وعندي مصاريف في جوجل قد كده، فانا ليه اروح اعمل كده في فيسبوك؟ اوكي، ما احنا بيزنس مش هنصرف، ده هنستخدمه على انه مجاني، احنا مش حلو هنصرف. حلو تمام ماشي، يبقى انا هستخدمه ليه لا؟ ما هو وانا ما عندي، مش كله انا في عايز السعوديه، انا اكتب، عندي واحد، عندي مروه ترافيك دي شغاله انترناشونال، هي في ايوه الوقت ده بس مركزه على العمره، وعلشان موسم العمره وموسم الحج. حلو. بص انا محتاج تفهم الكونسبت، مش محتاج تاخد السيتويشن او اقول لك ان الحل اكس فتروحي تعمليه، انا مش بحب كده، انا بحب اقول لك السيتويشن وبناء على، او اقول لك الفكره وبناء على الفكره انت تروحي تطبقي على حسب البيزنس. انا بالنسبه لي ده هيفيد البيزنس في ايه؟ هل البيزنس محتاج ده دلوقتي او قدام؟ اه هعمله. مش محتاج ده او مش هيفرق مع البيزنس، خلاص انا مش هعمله تمام. فدلوقتي البيزنس عندكم هو مش محتاج غير ان هو يبان بشكل كويس، مش محتاج يكون يسمع انجيجمنت وهكذا، يبقى خلاص اوكي تمام. انما انا مش هسمع انجيجمنت بفيك فولورز، لا انا محتاج بقى فولورز ومحتاج انجيجمنت وهكذا، يبقى انا اروح اشتغل بالطريقه الصح واجمع الفولورز، لان عشان ما الاقيش بقى صيني وهندي وياباني والبيج تبقى مقلوبه ومش هستفاد منها ولا بجنيه، ولو هشتغل لا عليها لا لا، اكس. ده بنحدده بجوجل اد، لان احنا اصلا مش شغالين سوشيال ادز وكده. ايوه فانا بالظبط، هو ده اللي انا كنت محتاج اوصله لك. خلاص انا ما دام شغال جوجل اد، يبقى انا بالنسبه لي انا كمحمود مش هصرف فلوس كتير في بيج لايك وبيج انجيجمنت، في حين ان انا مش بعد كده هاجي اخر الشهر ولا اجي اخر الكوارتر اشوف الكاك بتاعتي، الكاستمر اكوزيشن عامله ايه، الاقي نفسي ضرب الدنيا، الكوست بالاكوزيشن مضروب مني بالنور، وكل عميل مدفوع عليه فلوس قد كده، في حين ان انا كنت بعمل انجيجمنت. طب انا استفدت ايه؟ انا بيزنس، انا مش فاهم.
لا لا ما هي مجرد استراتيجية انها تظهر معايا بس كباك لينك وترفع معايا الموقع بس، لكن انها الموقع شغال كويس في الاي سي او، كل واحد ماسك موقع شغال كويس، والشغالين في الاعلانات جوجل ادز لان خلاص معظمها سيرفيس تمام، انا فاكر انا البروجكت ده خلاص وطوارئ ايمرجنسي، فكلها مش هينفع ان انا اعمل لها. عملت كذا مرة فيسبوك بس فشلت، فهي جايبة نتيجة بجوجل ادز. ما هو في بيزنس او نيتش كده، هي اللي هي شغاله جوجل اد، خلاص انا مش هشغلها فيسبوك بالعافيه. هو هي مش فكره ان انا اشتغلت فيسبوك فانا محتاج، هو مش نجاحي ان انا اشغل بلاتفورم على او اشغل كل البلاتفورم على النيتش او الاندستري، هو نجاحي ان انا احقق مكسب من افضل طريقه واقل كوست. يعني لو جه حد هو مثلا ده قال كده اقتراحك على فكرة، ان انت قلت لي ما دمت خدمات طوارئ يبقى جوجل افضل حاجة. ايوه فعلا انا عارف القصه دي، انا جربتها قبل كده، كنت مصمم اشتغل على خدمات منزليه طبيه على فيسبوك، وده كان غلط ودفعت فيه فلوس، وبعد كده اكتشفت ان ده غلط، وفعلا لقيت ان الصح ان انا اشتغل جوجل اد، لان ده خدمات الطوارئ، العميل بعد ما دفعت فلوس طبعا، ان العميل هو اللي المفروض يكون بيدور عليا مش انا اللي بدور على العميل، لان الطوارئ بتبقى عند العميل محتاج الانقاذ فبيدور عليا، انما لو انا هظهر للعميل في السكرول فعميل قاعد على الكنبه وعمال يسكرول على فيسبوك وانا اظهر له الحق في الطوارئ، هو اصلا قاعد على الكنبه وبيسكرول، هو مش في طوارئ ولا اي حاجه، فانا اوريدي جاي له في وقت هو مش مهتم، ولو سال هيبقى من باب العلم بالشيء، فاوريدي بقى انا بصرف فلوس في الفاضي. لا انا اشتغل اي سي او واشتغل جوجل اد احسن. يعني هي هترفع معايا في الموقع ولا هترفع معاك في الموقع اه، بس ما اضمنلكيش كونفرجن، اضمنلك ترافيك. يعني اضمن، انا ما اضمنش اضمن ترافيك، هيبقى مسمع في جوجل يعني وهيرفع اللينك بتاعي؟ هيسمع وهيسمع في جوجل اناليتكس وكله هيبقى تمام، بس ما اضمنش كونفرجن. كونفرجن اقصد بي كي بي ايز مبيعات، يعني ما اضمنش ان العميل يحجز معاكي، يعني انا ما اضمنش ده، انا اضمن ان هو يحصل ترافيك والدنيا ترفع وكله يبقى تمام. لا ما هو كده كده الموقع كـ SEO اشتغل وبيجيب عملاء من غير ما انا اعملها، طيب فهي كزيادة يعني. بص اقول لك على حاجه، اربطيها بايه؟ بارقام، هنا هتعرف انت ماشيه صح ولا غلط، زي ما كنا بنتكلم من شويه، اربط بارقام، ربطت بارقام اوريدي الدنيا بالنسبه لك تمام، ما ربطتش بارقام يبقى انت يا بختك يا بخيت بقى، او اعتبريها تيست واعملي ب 25% من الكوست وشوفي الدنيا هتمشي ازاي، عشان برضو الناس معانا تبقى حاضره وفاهمه. لما باجي اشتغل على حاجه انا في مرحله تيست بحاول مينيمم على الاقل 25% وابتدي اوسع الدايره ستيب باي ستيب واشوف الامور بالنسبه لي هتمشي ازاي، وانس ان الامور ماشيه معايا تمام خلاص تمام زي الفل، ماشيه معايا بخراب خلاص ال 50% الباقيين او ال 75 او ال 25% الباقيين احاول اعوض منهم وانقذ ما يمكن انقاذه، بعد كده الدنيا لا بالنسبه لي مش هتبقى، يعني ما احطش كل الفلوس ويلا بينا، لا طيب ما هو حتى لو البلاتفورم قالت لي كل ما تحط فلوس اكتر، لان برضه في بلاتفورم بتعمل الموضوع ده، زي يعني في بلاتفورم كنت شغال معاها وكانوا بيعملها الفيس كانوا بيقولوا لي ان يعني لو حطيت 50% من البادجت اكتر هتاخد مش الفولورز الفيك، لا انت هتاخد اوريجينال، وكانوا فعلا اوريجينال من سيرفرات فعلا حقيقية، وكان نفس الكلاينتس وكل حاجة، وسيرفر امريكي، كان كل حاجة يعني حاجة موثقة كمان، بس في الاخر اكتشفت ان لا ده مش كان الصح. اللي فهمته اللي وصل من كلامك، يعني انا هشتغل لو اشتغلت كسوشيال ممكن يجيب نتيجة معايا في مواقع العمرة والحج الترافل، لكن الامرجنسي هيبقى جوجل، والاستراتيجي دي لو استخدمتها سواء هنا او هنا لمجرد كده الشكل، ان البيتج عليها لايكات وعليها كذا والموقع عليه رقم كذا باك لينك وكده. ولو انا مستهدف الشكل فتمام زي الفل، كملي عادي كويس، لو انا مش مستهدف الشكل اصلا فلا ده مش هينفعني. هو انا محتاجة في السوشيال لان خدمات الطوارئ دي مملة في شغلها ومش بتجيب نتيجة بسهولة، يعني بتحسسني ان انا شغالة غلط. ما هو بص هقول لك على حاجه، هرجع اقول لك تاني زي ما كنا بنتكلم قبل كده، خدمات الطوارئ
بتشتغل جوجل، ما بتشتغلش سوشيال ميديا ابدا ابدا. انا اصلا مش ببيع حاجه اوريدي العميل اوكي، عنده. ما هو حضرتك ما انا فاهماني، بس انا محتاجاها في شكل ان البوست ده مثلا عليه لايكات بكذا، الفيديو عليها لايكات كذا بس مش اكتر، عليها كومنتات كذا بس خلاص والشير اشتغلي على كده بس، شكل. ده اللي انت عايزاه تمام زي الفل. بيج عليها لايكات وبيج عليها شكل معين بس خلاص زي الفل. عارف اقول لك على حاجه لكن كنا بنعمل ايه؟ كإعلانات شغالة جوجل. كنا احيانا بنعمل ايه؟ بنعمل تو بيجز، واحده برقم خفيف تمام وما بنحطش عليها فيك فولورز ولا اي حاجه، وبتاخد الكونتنت النظيف بتاعه وكل حاجه. واحده تانيه بنشغلها او بنشغلها فيك فولورز ونشتغل بالصفحتين، ولما يبقى محتاجين نظهر بحته معينه بنعمل ان ببلش للصفحه اللي احنا مش عايزينها تظهر دلوقتي. فاهمه؟ لا طيب انا عندي صفحتين تمام؟ واحده عليها فيك فولورز ومليانه ومديه وش لطيف جميل تمام؟ واحدة عليها فولورز قليلين بس فيها اوريجينال كونتنت وفيها العملاء صغيرين بس بيتفاعلوا بشكل نظيف وكده تمام؟ تمام. الصفحة اللي أنا محتاج أظهرها بخليها شغالة، واللي أنا مش محتاج أظهرها دلوقتي بعمل لها أن بابليش لحد ما بعد كده لما أحتاجها أفتحها. ولو محتاج الاتنين بسيب الاتنين شغالين. فاهمة؟ طب لو عملت لهم دمج الاثنين وخدت الفولورز لا ده لا وطلع لا 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 مش هعمل دمج. هعمل دمج ليه؟ يعني احط البايظ على السليم؟ لا مش هعمل دمج، بسيب كل حاجه زي ما هي عادي، دي لوحدها ودي لوحدها. انا اعمل لهم دمج ليه؟ انا اعملهم عشان افصل السالي، افصل ده عن ده. تمام. اوكي فهمتك. لو احتجت تعملي ده ايه؟ اوكي اوكي تمام. لو احتجت هبعت لك برضو على الايميل. اوكي ماشي. اوكي ماشي، شكرا لحضرتك. اوكي تمام. حد تاني عنده سؤال؟ حد تاني عنده سؤال؟ أميرة وعلاء وأحمد وسجى، ازيك حضرتك؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد لله بخير. أنا أولا عايز أشكرك جدا، يعني كنت النهاردة بسمع فيديو من بلاي ليست الميديا باينج، فجذبني جدا الأجندة الموجودة في البار، فسبحان الله دخلت على الفيسبوك فلقيت لينك الزوم على طول. يعني نصيبك. فيعني حفاظا لوقت حضرتك أنا عندي سؤالين بس. اوكي تمام. لا معاك، تفضل. اوكي، يعني احنا حاليا شغالين كامبين على الفيسبوك كفولورز والنتائج كويسة جدا، واحنا بنستهدف يعني كلاس ايه، فحاولت امشي بالاستراتيجي دي على الانستجرام، فالكوست بالريزلت جت غالية جدا 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 والنتائج قليلة. فالاستراتيجي اللي كنت ماشي بيها ان احنا عندنا داتا معينة لعملاء، فالداتا دي رفعتها وعملت منها لوكالايك واستهدفتهم. فحاولت برضو استخدم كذا حاجة في الانستجرام وكده، فالكوست غالية، فهل طبيعي ان الكوست تكون غالية جدا كده على الانستجرام مقارنة بالفيسبوك؟ طيب بص، مبدئيا اي حاجه بتشتغلها كاستم اودينس او لوكال لايك هي السعر بتاعها بيضرب، السعر بتاعها بيبقى غالي. تمام، دي اول حاجه. تاني ده حاجه في العموم على ولا على لا، دي نورمال ايديا عادي، يعني دي حاجه معروفه. اي انا بشتغل اي حاجه كاستم اودينس او لوكال لايك هو بيعلي عليها السعر، لان انت جايب لك ناس هي اوفر كواليتي قوي، العملاء دول بعينهم بشكلهم باتيتيودهم بكل حاجه، فانت اوريدي جايب لي عملاء كويسين. لذلك لما بيجي حد يشتري داتا ويقول لي هشتغلها كاستم، اقول له اوعى تعمل ده، يبقى انت جايب بضاعه بايظه او بضاعه ممكن يكون ربعها لسليم وتروح تدفع عليها فلوس قد كده. فما ينفعش ان انت تشتري داتا ولما تشتري داتا دي تروح تشتغلها لوكال لايك وكاستم اودينس وانت اصلا مش عارف الداتا دي في منها بايظ ومين منها شغال ومين فيها كويس ومين فيها مش كويس. فعمرك ما تشتري داتا ابدا وتبتدي تشتغلها لوكال لايك وكاستم اودينس. بلس هو حتى لو هم بقى داتا فعليه حقيقيه، يبقى انت لما هتشتغلهم اعرف ان هم هيكون الكوست بتاعهم عادي. هي الداتا كويسه، يعني هي شركه اصلا شركه تشطيبات، والداتا دي كانوا شغالين عليها كولد كول، فالداتا كويسه الى حد ما يعني. حلو جدا. انت بقى حابب تشوف يعني حصل معايا على الفيسبوك العكس، يعني كان قبل كده من سنتين مثلا كانوا مشغلين اعلانات فالكوست كانت اعلى من دلوقتي، يعني اوكي الكوست دلوقتي على فيسبوك كويسة جدا جدا. اوكي تمام. هي مش، بص اقول لك على حاجه،
انا ما بقدرش اقارن كمحمول، ما بقدرش اقارن حاجه بحاجه، حتى لو اتنين كامبين شغالين في نفس الوقت بنفس اللانش بنفس الكرييتيف بنفس التارجت اودينس، عمري ما بقارنهم ببعض، لان دايما بيبقى مش بقارنهم ببعض قد ما انا بشوف الناجح وبشغله، واللي واقف بشوفه واقف ليه وببتدي اعدل عليه. انما ما اقدرش اقارن من سنه لسنه، بلس ان انت حاول عشان بقى تعدي من النقطة دي لازم يكون معاك أكتر من كرييتيف، ده أول نقطة. تاني نقطة لازم تشتغل على أكتر من تارجت أودينس، وتشتغل على تيست كامبين يكون فيها انترست أكتر، يكون مش انترست أكتر تحط انترست كتير، لا يعني تشتغل على حاجة انترست مش حاجة كاستم دلوقتي على الأقل، وبعد كده تبقى عشان تعوض بس الكوست بريزلت الغالية دي. بلس أنت حاول دايما تبص للكواليتي، هل الناس اللي جت عددها قليل والكوست عالية بس في كواليتي ولا مفيش كواليتي؟ لو في كواليتي تمام يعتبر انت ماشي كويس وتحاول تكستمايز الدنيا، لو الدنيا ما فيهاش كواليتي يبقى وقف كل حاجة وكده انت الدنيا ماشية بشكل مش مظبوط، لان انا ممكن اكون الكوست بالريزلت عندي عالية وعدد الانكم قليل بس الانكم الواحد بجون، تمام يعني انا ممكن اكون بيجي لي 2 ليدز 3 ليدز بس بيشتروا، ده احسن من ان يجي لي 100 رسالة ولا واحد منهم اشترى. مفهوم. اه هي الجودة كويسة يعني. يعني انا ممكن ادي مثال مثلا بالسعر عادي دي ولا ممكن اقدم ايه؟ يعني مثلا يعني الفولو الواحد على الفيسبوك مثلا بيكلفني 5 جنيه، تمام على الانستجرام بالنقيض حسبتها كانت 20 جنيه. ارجع تاني ارجع تاني، هو فيسبوك ده كده الطبيعي، انستجرام ده كده غالي جدا، غالي يعني اي ثينك كده ضعفين ثلاثه، تمام. فانت محتاج تظبط تاني انستجرام، بلس ان الانستجرام محتاج دايما يشتغل على الكريتيف والريلز اكتر، يعني انا برجح دايما انستجرام ان احنا نحاول لو احنا بنشتغل ادز ومركزين عليه نشتغل على الاورجانيك كريتيف بشكل كبير، لان ده بيساعد البلاتفورم او بيساعد الاكونت نفسه ان هو اللي انا ما بحققوش من الادز اعوضه من الاورجانيك. يعني لما انا دايما دايما معظم الناس اللي بتيجي تشتغل لما بتيجي تشتغل ادز بتنفض قوي لموضوع الاورجانيك، في حين ان لا انا لازم تهتم قوي قوي بالاورجانيك لان ده اللي هيعوض الخساره اللي هتقعها، عبال ما تظبط دنيتك تاني وتعدل هيعوض الخساره اللي هتطلع من الادز، فلازم نركز مع الاورجانيك. لا يا باشا انت اشتغل لي ريلز كل يوم واشتغل لي ستوريز كل يوم واعمل منشن للناس كل يوم واعمل ريبلاي مسج كل يوم. يعني مثلا الفتره اللي فيها عطلت دي كنا شغالين باستراتيجي كده مع بعض الشركات اللي هو لا وبعض الشركات نفذتها صح وبعض الشركات ما نفذتهاش بشكل مستمر، بس الشركات اللي معايا اللي نفذتها بشكل كويس ان هو كان ديلي مسج بشكل كبير، واحده من الشركات نفذتها بمعدل 75 مسج في اليوم، فكانوا دي اكتر ناس شفتها حققت ريزلت، في ناس حققتها بأقل، في ناس حققتها بأقل، في ناس حققتها بشكل قليل جدا بس حققت منها نتيجه. ليه؟ الاورجانيك شال الوقت اللي انا بشتغل فيه ادز، وانت واستمراريتك بقى استمرت على الموضوع ده فتمام اوكي هتحقق نتائج، ما استمرتش لا، فلازم تركز مع الاورجانيك عشان يعوض معاك ده، بلس ان انت حاول لما تشتغل على انستجرام كرييتيف كتير 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 وتكون كواليتي، طبعا لازم تكون الكرييتيف دي ليها معايير. كنا احنا بنتكلم في بوست نزل على الويب سايت وعلى الفيسبوك بيتكلم على الفيديو سيلز، تمام، ان انا ازاي احقق سيلز فانل كويسه وحقق كونفرجن كويس من الفيديوز، كنا بنتكلم في نفس النقطه اللي هو لا انت حاول بقى تشتغل كرييتيف فيديوز اول 3 ثواني لازم أن يكونوا يشدوا الكلاينت، لازم في الاول اتكلم على البينفيتس، لازم في الاخر اديله السي تي اي المظبوطه وتكون سهله وسموث يروح على الويب سايت يشتري دايركت او ايا كان، لازم يكون فيها انتراكتيف يتفاعل معاه، لازم يكون سوشيال لايف حاجه بتشده في حياته، طالب مدرسه جامعه موظف ست بيت ايا كان، واديله البينفيتس على طول ما تاخدش الميزه. فانت حاول تشتغل على جزء الفيديو ده بشكل كويس وتعدل في الكريتيف، لان انت كده العملاء كتير بتشوف عندك بس حدش بياخد اكشن فالكوست بيعلى عليك، تمام. ممكن يكون في اسباب تانية، لان انا طبعا ما اقدرش
اتنبأ صح 100%؟ لان انا ما شفتش داشبورد هو ولا حاجه بالظبط بالظبط اللي حضرتك قلته ده، هو ده اللي حاصل فعلا. بالظبط، فهتلاقي ناس كتير كتير بتشوف بس اوريدي الناس ما بتتشد. انت كده عندك مشكله في الكريتيف، ممكن يكون الكلاينت صح جدا بس عنده مشكله في الكريتيف، هو مش فاهم انت بتقول ايه، هو مش واثق فيك، هو مش شايف يعني في حاجه. فانت راجع الكريتيف وشوف الدنيا فيها ايه واشتغل على اكتر من كريتيف علشان تقدر ان انت توصل باكتر من طريقه. في بقى استراتيجيز كتير جدا في التيست، زي ان انت تشتغل مثلا ب1 اد وفيها 3 اد سيت بانترست مختلفين، وتحط فيها مثلا 3 اد لكل اد سيت عشان تقدر ان انت تبوش بشكل سريع، بس دي هتبقى كوستي قوي عليك. ممكن تشتغل سنجل كامبين، انت تشتغل كامبين واحده فيها فيديو واحد، تشتغل كذا كامبين مع بعض. ممكن تشتغل سي بي او وتسيب الفيسبوك هو يروتيشن، يعني شوف انت اعمل تيست وطبعا التيست هو اللي هيحكم يعني مش انت او انا. بالظبط يعني انا هعمل بالنصايح دي ان شاء الله. في سؤال تاني، هل بتفرق مثلا الاعلانات من عن طريق الابليكيشن في الانستجرام او من الادز مانجر؟ اه طبعا بتفرق. فيسبوك بيعتبر انستجرام هي بليسمنت ليه، فمش بيديها كل البنفيتس او كل البوشنج اللي المفروض تاخده، انما لما بيشتغل انستجرام بيبقى احسن بكتير. بس دي ليها ميزه وعيب، دي ليها ميزه وعيب. في الاد اكونت اقدر ان انا اشوف انسايتس، اقدر اتابع بير داي، اقدر اعمل بريك داون زي ما انا عايز الامور دي كلها، واقدر ان انا فولو اب، واقدر ان انا اشوف الكوست بريزنت والفريكونسي وكل حاجه. في الكلام ده ما اقدرش اشوفه من انستجرام، لكن انستجرام الشغل منه بيبقى الكواليتي اعلى والكوست المفروض ان هو اقل يعني. مفهوم، أشكرك جدا، نعم شكرا جزيلا. تمام. الباك كان النهارده مطول. اوكي، حد تاني عنده سؤال او في حاجه يعني؟ لو حد عنده سؤال نشوف الشات في سؤال تقريبا. مشكلة التشتت الفترة، باخد كورسات كتير وأغلب الكورس لازم تشوف حد منتور معاك أو حد يمنا، مش عارف يمنا معانا ولا لأ، لازم يعني منا تشوفي حد يفولو أب معاكي عشان تاخدي نفس الواي اللي كانت آلاء بتتكلم عنها. لازم حد يفولو أب معاكي عشان موضوع التشتت ده، تاخدي نفس الكلام اللي إحنا قلناه لآلاء. الواحد لازم يتخصص، انا مش عارف الساجة معانا ولا لا، الساجة اه موجودة، لازم يتخصص سوشيال ميديا او كونتنت او ديجيتال ماركتنج وامسك بوس واحد صح. لا مش قصة امسك بوس واحد صح ولا لا، هو دلوقتي للاسف المفروض الواحد يتشعب اكتر عشان كل تخصص هو مربوط باللي جنبه. يعني لو انا بشتغل كونتنت فانا لازم اتعلم الاس اي كونتنت ويز اي سي او عشان اقدر اشتغل على الهوم بيج كويس واقدر امبروف الكونتنت بتاعي. لو انا بشتغل في الاي سي او لازم اكون فاهم شويه في الكودينج والاجزاء التكنيكال، واكون فاهم ميديا باينج عشان، او مش ميديا باينج بشكل كامل قد ما انا اكون فاهم تراكنج عشان اقدر افهم جي تي ام وهكذا. لو انا بشتغل في ايه تاني، الميديا باينج ده انا لازم طبعا اكون فاهم كونتنت عشان اقدر اكنترول على الكونتنت اللي بيتعمل والكرييتيف والامور دي كلها، واكون فاهمها كويس واقدر اكون فاهم اي سي او عشان اقدر اشوف اللاندنج بيج والويب سايت اللي انا بشتغل عليه ده صح ولا غلط، ولا سليم ولا مش سليم، ولا وضعه عامل ازاي وهكذا. فممكن اتحرك ستيب باي ستيب يعني من كل حته في حته، يعني اظبط دنيتي الاول ككونتنت وانا تمام ابتدي اتحرك وهكذا بناء على البازل بتاعتي. انا شغال ميديا باينج تمام زي الفل وبحقق نتائج والدنيا ماشيه معايا تمام، ابتدي اخش على الجزء اللي بعده واكمل ايه واكمل البازل بتاعتي عشان اوصل لحته كويسه وابتدي ايه اظبط الامور بتاعتي. ممكن كمان نبقى نعيد الميت اب بتاع البازل ده مره تانية عشان الناس اللي عندها مشاكل في الحته دي. وايه تاني، انا حابه اراجع دراستي في يعني انا مش عارف تقصدي في ماركتنج منتور ولا تقصدي بره، بس لو ماركتنج منتور عادي بعت لهم تاني ريبلاي على نفس الميل اللي كنت بعت لهم ريبلاي على نفس الميل اللي كنت بتتابع عليه، وهتلاقيهم بيرد عليكي على طول الكواليتي ويشوف الديسيشن ايه والوضع ايه وهتظبط الدنيا اكيد. لو بره اكيد اتس اوكي كملي، ولو احتجت حاجه يعني احنا معاكي. حد تاني عنده سؤال او عايز اتعلم ميديا باينج واشتغل في التجاره الالكترونيه، ايه الردود، ايه الرود ماب وايه المهارات المطلوبه؟ هي مش ليها رود ماب محدده او ليها سكيلز محدده قد ما انت المفروض يا محمد تطبق بايدك. افتح الداشبورد واتكلمنا عن في بلاي ليست على ال على في بلاي ليست خاصه بالميديا باينج، هتلاقي فيها اجابه للسؤال ده
بنتكلم ان هو ازاي تبتدي او ازاي تستارت في الميديا باينج بشكل كامل. هتلاقي هاو تو دو ايرن تو بيكام ا ميديا باينج، هتلاقي فيها كل حاجه. احنا شرحنا هنا بالتفصيل الممل، شرحنا كل حاجه بالتفصيل ازاي تبقى از ميديا باير بشكل كويس. يعني هتلاقي هنا كل، يعني اسمع بس انت الميت اب دي هي حوالي ساعه ونص، هتلاقي بقى فيها كل حاجه، يعني هتلاقي فيها كل التفاصيل. ولو كمان كملت بقيت البلاي ليست ال 10 فيديوز دول او 10 ميت ابس دول، لو خدت كل يوم واحد انت بالنسبه لك اي ثينك ان انت هتقف على على النقط اللي انت محتاجها بشكل اساسي. يعني ده هيفرق معاك يعني اكيد ان شاء الله. ايه تاني؟ حد تاني عنده سؤال؟ عفوا جدا، ولو احتجت حاجة يا محمد انت عارف يعني بعت لنا اي وقت. خلينا نشوف مين تاني، حد تاني عنده سؤال ولا نكلوز النهارده؟ اوكي تمام. طيب ان شاء الله يعني نتقابل الجمعة الجاية برضو الساعة 9 زي كل يوم جمعة، وبإذن الله أشوفكم على خير، وإن شاء الله يعني بإذن الله تكونوا استفدتوا من اليوم النهاردة، وبإذن الله نتقابل على خير مرات تانية بإذن الله، وتصبحوا على خير.